السلام عليكم. هنبدأ نكمل شابتر 7، شابتر الليزر ريفيجن كده سريع اللي خدناه المرة اللي فاتت. خدنا المرة اللي فاتت ان انواع اللايت نوعين، في لايت بيم وفي ليزر بيم. اللايت بيم عبارة عن فوتون بتبقى خارجة، فوتون خارجة سكاترينج مبعثرة بالشكل ده، في فوتون هنا يبقى الحتة دي نورت، في فوتون هنا الحتة دي نورت، هنا الحته دي نورت نورت نورت، الاوضه كلها بتنور، فبيطلع لي وايد بيم. وايد بيم بيم عريض، عشان في اللايت بيم بيبقى الفوتون خارجه سكاترينج. اما في الليزر بيم، في الليزر بيم بتبقى الفوتون خارجه بلدي، الفوتون ماشيه كده وماشيه كده، يبقى الحته دي بس في الاوضه اللي منوره سبوت صغير منور. ده الفرق بين اللايت بيم والليزر بيم. اللايت بيم وايد سبوت، سبوت عريض، اما هنا سين سبوت. ريفيجن، خدنا ان في حاجه اسمها سبونتينوس ايميشن. سبونتينوس ايميشن معناها ان الاتوم ابعت لها فوتون، الانرجي بتاعته اتش في نيو بتساوي 2 ماينس اي 1، احنا بنراجع بسرعه. تقوم الاتوم تاخد الفوتون وتطلع بيه فوق، وقبل ما ينتهي اللايف تايم اللي هو 10 بوميج 8 سكند، الاتوم دي بعد ما ينتهي هذا الوقت 10 بوميج 8 سكند، الاتوم بترجع بعد هذا الوقت لوحدها برضاها وزاوت اكسترنال اكسيتيشن. بعد انتهاء هذا الوقت، بعد انتهاء اللايف تايم، الاتوم بترجع وهي راجعه الانرجي اللي خدتها بتفقدها، يبقى الفوتون اللي خدته بتخرجه تاني، يبقى بتخرج لي فوتون الانرجي بتاعته اتش في نيو بتساوي اي 2 ماينس اي 1. مش اتوم واحده بتطلع، دي اتوم كتيره بتطلع وفوتون كتير ببعتها، والاتوم بتقعد لغايه لما يخلص اللايف تايم، وبعد انتهاء اللايف تايم الاتوم بترجع لوحدها برضاها بدون اكسترنال اكسيتيشن، وتفقد الفوتون، كل واحده تفقد الفوتون اللي امتصته، ولكن الفوتون دي بيبقى ليها نفس الانرجي اتش في نيو اتش في نيو اتش في نيو، نفس الفريكوينسي نيو نيو نيو، نفس الويف لينث لاندا لاندا لاندا، ولكن الفوتون دي بيبقى خارجه سكاترنج مبعثره في دايركشنز مختلفه. يبقى دي الطريقه اللي بنولد بيها النور العادي، الاورديناري لايت سورسز، الاورديناري لايت سورسز. بعد كده خدنا في حاجه اسمها الاستيميليتد ايميشن. الاستيميليتد ايميشن معناه ان الاتوم كان تحت، بنديها من الاول، الاتوم كان تحت، بعت لها فوتون امتصته وطلعت بيه فوق. خلاص الاتوم دلوقتي هي فوق وجواها فوتون، جواها فوتون، او ببعت لها فوتون خارجي اخر، فوتون تاني اكسترنال فوتون، الانرجي بتاعته اتش في نيو، الاتوم ما تنفعش تمتصه عشان هي جواها اصلا فوتون. يوم الفوتون الخارجي ده هيعرض عليها انها تنزل، فلما تنزل هتفقد الفوتون اللي جواها، وساعتها ينفع تمتصه ويطلع بيه تاني، تقوم تسمع كلامه وتحريضه وتنزل. وهي نازله الفوتون اللي كان جواها بيخرج، ويبقى ساعتها اسمه الايميتنج فوتون، الايميتنج فوتون. الفوتون الخارجي بيغير كلامه ويخرج مع الايميتنج فوتون. بيكون نتيجه الموضوع ده ان في اثنين فوتون بيخرجوا ماشيين سوا. ماشيين سوا يعني بارلل، يعني بارلل. هو ده الاسلوب المولد بضوء الليزر. ان يعني الفوتون اللي خارجه بالستيميليت ايميشن بتبقى بارلل، الفوتون اللي خارجه بالستيميليت ايميشن بتبقى في نفس الدايركشن. يبقى كان في اتوم تحت بعت لها فوتون اسمه اكسايتنج فوتون امتصته وطلعت بيه فوق، قبل ما ينتهي الوقت، قبل ما ينتهي الوقت، قبل ما ينتهي الوقت بعت لها فوتون محرك. الانرجي بتاعته اتش في النيو يحددها انها تمتصه، ما ينفعش تمتصه عشان جواها اصلا هي جواها فوتون. تقوم تنزل وهي نازله الفوتون اللي جواها تخرجه، ويبقى ساعتها ما اسموش اكسايتنج فوتون، يبقى اسمه ايميتنج فوتون. والاكسترنال فوتون اللي حررتها بيخرج مع الايميتنج فوتون. يبقى حصلت ايميشن اثنين فوتون، الايميتنج فوتون والاكسترنال فوتون. نخلينا حافظين سم ان في السبونتينوس ايميشن بيخرج فوتون واحد. بيخرج فوتون واحد، بيخرج فوتون واحد. اما في السيميليت ايميشن بيخرج اثنين فوتون، ده اهم حاجه، بيخرج اثنين فوتون. من الاثنين فوتون دول اللي كاستنر فوتون والايميتنج فوتون. فبيخرج لي الفوتون بهذا الشكل، هو ده ضوء الليزر، هو ده ضوء الليزر. خدنا بعد كده البروبرتي بتاعت الليزر والفرق بين الليزر والضوء العادي. خدنا ان في حاجه اسمها المونوكروماتيستي. المونوكروماتيستي يعني ضوء الليزر بيحتوي على وان ويف لينز، فهو هايلي مونوكروماتيك بين. اما الضوء العادي بيحتوي على سيفرال ويف لينز، فهو وايد بين. يبقى ده اول فرق، المونوكروماتيستي. مونوكروماتيستي، وانا بقول بسرعه لان ده ريفيجن. المونوكروماتيستي يعني ضوء الليزر له وان ويف لينز، فهو هايلي مونوكروماتيك بين. اما ضوء العادي بيحتوي على سيفرال ويف لينز، فهو بيبقى وايد بين، وايد بين. الفرق الثاني الكوليميشن. ان ضوء الليزر الفوتون خارجه بارلل، فيبقى الديامتر اوف ذا سبوت كونستانت فور لونج ديستانس، الديامتر اوف ذا سبوت كونستانت فور لونج ديستانس. اما ضوء اللمبه العاديه الديامتر اوف ذا سبوت بيتغير، الديامتر اوف ذا سبوت بيتغير. هو ده الكولينيشن. الكولينيشن معناه الديامتر اوف ذا سبوت ثابت بالنسبه للليزر، وفاريبل بالنسبه للضوء العادي.
خدنا الفرق الثالث اللي هو الكوهيرنس. الكوهيرنس ان فوتون الليزر زي ما انهينا الحصه اللي فاتت وقلنا ان فوتون الليزر ما بتخرجش في ساعتها، دي بتبدا تتكون وتتراكم جوه لغايه ما تبقى كميه وتخرج مع بعضها. فوتون الليزر بتبقى كوهيرنت مترابطه، دي مترابطه عشان بتخرج في السيم دايركشن في السيم تايم، دفعه واحده، دفعه واحده في نفس الاتجاه في السيم دايركشن في السيم تايم. اما ضوء اللمبه العاديه الفوتون بتخرج راندوم في اي اتجاه في اي وقت. الانتنسي خدنا بعد كده ان في فرق ما بين الانتنسي بتاع ضوء الليزر والانتنسي بتاع الضوء العادي، ان الانتنسي بتاع الضوء الليزر نوت ويكن فور لونج ديستانس، لا تضعف مع المسافه، ما بتضعفش مع المسافه. ليه؟ عشان ما بتتشتتش، ما بتتشتتش، فهي نوت ويك فور لونج ديستانس وبالتالي نوت اوباي الانفيرس سكول اوف لايت. اما الفوتون العاديه بتاع الضوء العادي بتتبعتر مع المسافه، بتتبعتر مع المسافه فهي ويكن فور لونج ديستانس، ويكن فور لونج ديستانس وبالتالي اوباي الانفيرس سكول اوف لايت. خلينا بعد كده الشروط ان يحصل سبونتينوس ايميشن. عشان يحصل سبونتينوس ايميشن في شرطين لازم نحاول. اول حاجه ان الاتوم ترجع بعد الوقت، الاتوم ترجع بعد الوقت، ترجع افتر اللايف تايم، افتر اللايف تايم، افتر اللايف تايم از اوفر، وبترجع وزاوت اكسترنال اكسايتيشن. دول الشرطين عشان يحصل سبونتينوس ايميشن، الاتوم ترجع بعد نهايه الوقت المحدد بعد نهايه اللايف تايم، وترجع كمان لوحدها برضاها بدون اكسترنال اكسايتيشن. شرط ان يحصل استيميليز ديميشن، شرطين، لازم الاتوم ترجع بيفور 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 اللايف تايم، بيفور اللايف تايم، وترجع باكسترنال اكسايتيشن، وترجع باكسترنال اكسايتيشن باكسترنال فوتون. خدنا كمان الرسمه دي اشرحها تاني كده بسرعه عشان دي اللي هكمل بيها الشابتر، زي هنكمل بيها الشابتر، وقلنا لو فهمناها كويس الموضوع هينتهي. نفترض ان انا عندي سبع اتوم في الليفل اللي تحت، سبع اتوم في الليفل اللي تحت، وعندي هيت مناسبه ان اتسخن السبع اتوم وتطلعهم فوق. السبع اتوم سخنوا وراحوا طالعين فوق، الموقف دلوقتي خلاص عندي سبع اتوم فوق، سبع اتوم فوق، رحت باعت فوتون محرك. اكسترنال فوتون، الاكسترنال فوتون ده هيحرك الاتوم دي انها تنزل. فهتسمع كلامه وهتنزل قبل الوقت، هتسمع كلامه وهتنزل قبل الوقت. سمعت كلامه نزلت قبل الوقت، واحنا قلنا الاستيميت ايميشن بينتج عنه اثنين فوتون. الفوتون المحرك والفوتون اللي فادته عشان تنزل، يبقى كده بقى عندي اثنين فوتون. الاثنين فوتون دول هيحركوا اثنين اتوم انهم ينزلوا. الاثنين فوتون دول هيحرضوا اثنين اتوم انهم ينزلوا، فالاثنين اتوم هينزلوا وهيبقى عندي اربعه فوتون، اربعه فوتون، ما الفوتون الواحد بيحرض اتوم يطلع اثنين، يبقى اثنين هيخرجوا اربعه. عندي اربعه فوتون هم وعندي اربعه اتوم فوق، الاربعه فوتون هيحرضوا الاربعه اتوم انهم ينزلوا قبل الوقت، قبل الوقت فينزلوا ويبقى عندي هنا ثمانيه فوتون. الموقف دلوقتي عندي ثمانيه فوتون هم، ثمانيه فوتون رايحين يخبطوا في الميرور، رايحين يخبطوا في الميرور، والاتوم السبعه اللي كانوا فوق حاليا بقوا تحت، بقوا تحت. طول ما الاتوم دي لسه تحت الفوتون دي وشها ناحيه المرايه، لسه المسافات محسوبه وشها ناحيه المرايه. اول ما الاتوم دي تنزل تحت الهيت شغاله، الهيت سخانه فتطلعها تاني فوق. يبقى السبع اتوم هيترموا تاني فوق، اول ما يبقوا فوق الفوتون دي تصطدم وريفليكت وترجع. خلاص السبع اتوم بقوا فوق، الفوتون دي اصطدمت بالميرور وريفليكت. بقى عندي سبع اتوم فوق، سبع اتوم فوق وعندي ثمانيه فوتون راجعين، ثمانيه فوتون راجعين. ما ينفعش ابدا الفوتون تبقى راجعه وفي حاجه تحت. لان الفوتون دي لو راجعه وفي اتوم تحت الاتوم اللي تحت هتمتصها وتطلع بيها فوق وابقى فقدتها، ابقى فقدت الفوتون. انا يهمني ان ما فقدش اي فوتون، ما فقدش اي فوتون، محدش يمتصه، يعمل اكسايتيشن من بعيد لبعيد ومحدش يمتصه. لو انا نسيت اي اتوم تحت، نسيت اي اتوم تحت هنا، الاتوم اللي تحت دي هتمتص جزء من الفوتونز هي عدد من الفوتون وتطلع فوق. يبقى انا بدل ما هم 8 فوتون بقوا 3 5 فوتون بقوا 6 فوتون، ده انا عايز ازود الفوتون مش انقصها. فاحنا حاسبين المسافات ان الفوتون دي ما تصطدمش بالميرور وترجع ويكون لسه في اتوم تحت، كله يبقى فوق، كله هيبقى فوق. خلاص سبع اتوم بقوا فوق وثمانيه فوتون راجعين، الثمانيه فوتون سبعه فوتون منهم يحرضوا سبع اتوم، سبعه فوتون يحرضوا سبع اتوم ويطلعوا لي 14 فوتون، والفوتون الثامن ما حرضش حد خرج لوحده، يبقى حصلت العمليه دي 15 فوتون، بقوا 15 فوتون اهم رايحين يخبطوا في المرايه، والاتوم دي بقت تحت. طول ما الاتوم دي تحت دول لسه وشهم ناحيه الميرور، الهيت شغاله، الهيت تسخنهم تطلعهم تاني فوق، فرجعت ال 15 فوتون، فرجعت ال 15 فوتون. 15 فوتون راجعين وفي سبعه اتوم فوق. سبعه فوتون يحضروا سبعه اتوم يطلعوا 14. وبعدين في عندي كام فوتون هنا؟ هم دول كانوا كام فوتون؟ دول كانوا 15 فوتون. يتبقى لي سبعه، سبعه، سبعه و14 يبقى عندي 21 فوتون، يبقى عندي 21 فوتون، وهكذا تفضل العمليه بتستمر رايح جاي رايح جاي رايح جاي. فوتون عامله ازاي؟ كانت واحد، كانت واحد، كانت واحد فوتون، بقت اثنين فوتون، بقوم اربعه، بقوم ثمانيه، الثمانيه بقوم 15، ال 15 بقوم 21،
الفوتون عماله تكتر لغايه ما يبقى عدد معين، وليكن مثلا 5000 6000 فوتون، ويبقى عندي مرايتين، مرايه ارفع من الثانيه، مرايه اضعف من الثانيه. ال 5000 6000 فوتون يقتحموا المرايه الضعيفه ويخرجوا دفعه واحده في وقت واحد، يبقى هو ده ضوء الليزر. دفعه واحده في وقت واحد، سيم تايم سيم دايركشن، يبقى الفوتون دي خارجه الكويرنت، يبقى دي فوتون الليزر. طيب انا بقى عشان في الاول بنقول ان هذا الانرجي ليفل ما ينفعش ابدا يبقى 10 باور نيجاتيف 8 سكند، ما يلحقش 10 باور نيجاتيف 8 ما يلحقش احرد وانزل، لازم يبقى وقت طويل شويه. الوقت طويل شويه لقينا ان في بعض الماتيريال بيبقى الليفل ده فيها 10 باور نيجاتيف 3 سكند، قلنا يبقى الماتيريال دي هي اللي فقط اللي تصلح لتوليد الليزر، وباقي الماتيريال لا. اي ماتيريال فيها 10 باور نيجاتيف 8 يبقى لا تصلح، اي ماتيريال فيها 10 باور نيجاتيف 3 يبقى تصلح. 10 باور نيجاتيف 8 يعني واحد على 100 مليون من الثانيه، 10 باور نيجاتيف 3 يعني واحد على 1000 من الثانيه، فرق جامد طبعا، فرق جامد بين ده وده، يبقى بنشتغل على ال 10 باور نيجاتيف 3. الليفل اللي فيه 10 باور نيجاتيف 3 ده اسمه الميتا ستيبل انرجي ليفل، يبقى بنعرف الميتا ستيبل انرجي ليفل بان هو الليفل ان ويتش الالكترون ستاي لونجر لايف تايم، الليفل ان ويتش الالكترون ستاي لونجر لايف تايم. لونجر لايف تايم يعني اللي هو 10 باور نيجاتيف 3 سكند. بنعرف البوبليشن انفيرجن ستيت، احنا اتفقنا ان اي اتوم هتتسبح، اي اتوم هتتسبح هتقف عليا بخساره، هتمتص من الفوتون اللي انا جايبت عشان اولدها، يعني يهمني الفوتون على طول تبقى بره، ما تخشش جوه اتوم، تحرك من بعيد، تحرك حرك، انزل 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 من بعيد، لكن ما حدش يمتصها. لو انا سبت اتوم تحت يبقى الفوتون دي ممكن حد يمتصها ويطلع بيها فوق، يبقى يهمني ان ما يبقاش عندي اتوم تحت، ان كل الاتوم تتراكم وتبقى فوق، وليكن مثلا بنسبه 95% الكمال لله وحده، يعني يبقى معظم الاتوم فوق، معظم الاتوم فوق، وما سيبش حاجه تحت، اي حاجه هسيبها تحت هتقف عليا بخساره. ان الاتوم تتراكم فوق دي اسمها عمليه البوبوليشن انفيرجن ستيت، الاسكان المعكوس، يعني الاتوم اللي كانت ساكنه تحت اعكس سكنها وخليها فوق، الاتوم اللي كانت ساكنه تحت اعكس سكنها وخليها فوق. البوبوليشن انفيرجن ستيت ات از ذا ستيت ان ويتش النمبر اوف اتوم في الهاير انرجي ليفل از اكزيد، يزيد يعني بيزيد قوي عن النمبر اوف اتوم في اللور انرجي ليفل. البوبوليشن انفيرجن ستيت از ذا ستيت ان ويتش النمبر اوف اكسايتنج اتوم في الهاير انرجي ليفل اكزيد، يعني بيزيد قوي عن النمبر اوف الاتوم في اللور انرجي ليفل. بعد كده قلنا نظريه توليد الليزر، عشان اولد الليزر في ثلاث شروط. اول شروط البوبوليشن انفيرجن ستيت يتحقق، يعني الاتوم اللي ساكنه تحت في الاول اسكنها كلها فوق وما انساش حاجه تحت. الحاجه الثانيه ان اعمل بسرعه ستيمولت ايميشن عشان الاتوم ترجع ايه بالتحريض، ترجع بالتحريض قبل الميعاد فتطلع لي ليزر. لو انا عملت البوبوليشن انفيرجن ستيت وما عملتش ستيمولت ايميشن يبقى الاتوم هتقعد لغايه ما الوقت يخلص وترجع لوحدها بيضاها وترجع فوتون مبعتره، يبقى ده ضوء لمبه عاديه. لما ترجع لوحدها بعد الوقت تبقى ضوء عادي، لما ترجع قبل الوقت باكسترنال اكسايتيشن يبقى ضوء ليزر. وعشان اقوي الليزر بيم يبقى لازم اعمل مالتيبل ريفليكشن، لازم اعمل مرايات مرايات عشان تكتر عدد الفوتون. يبقى دي شروط توليد الليزر. نمرة واحد بسرعه الاتوم اللي تحت ارميها فوق، بسرعه ابعت فوتون محرض. نمرة ثلاثه يكون متوفر عندك مرايات، شوف البلدي كده، عشان تولد ليزر بسرعه الاتوم اللي تحت يحذفها فوق. بعد كده لحسن تمتص لك اي فوتون وتبوظلك الدنيا. بسرعه اعمل ستيموليت ايميشن لحسن الاتوم ترجع لوحدها برضاها فيبقى ضوء عادي. بسرعه يبقى عندك مالتيبل ريفليكشن عشان تزود الفوتون، يعني تزود الانتنسي بتاعت الايه الليزر. مكونات اي جهاز ليزر خدناها الحصه اللي فاتت، اي جهاز ليزر كل ده اتاخد الحصه اللي فاتت واتشرح، مجرد بس ريفيجن. مكونات اي جهاز ليزر لازم الاكتف ميديوم، والمقصود بالاكتف ميديوم هو الماتيريال اللي هيطلع منها ليزر، وقلنا الماتيريال عشان يطلع منها ليزر في شرط انه يكون فيها ميتا ستيبل انرجي ليفل، ميتا ستيبل انرجي ليفل يعني فيها الليفل 10 باور نيجاتيف 3 سكند. الاكتف ميديوم معناها ده الماتيريال اللي فيها الليفل 10 باور نيجاتيف 3 سكند. وخدنا امثله ليها الكريستالين سوليد البلورات الصلبه، والسيمي كوندكتور زي الجرمانيوم والسيليكون، والليكويد داي زي الصبغات السائله، كل دي ماتيريال فيها الليفل 10 باور نيجاتيف 3 سكند. الهيليوم والنيون والارجون والكربون دايوكسيد، كل دي اليمنت، كل دي اليمنت تحتوي على الليفل ميتا ستيبل انرجي ليفل اللي هو فيه 10 باور نيجاتيف 3 سكند. ده الماتيريال. بعد كده السورس اوف انرجي، السورس اوف انرجي خدنا ان يعني السورس اوف انرجي اربع انواع، في ان انا الاتوم اللي تحت احذفها فوق بالالكتريكال انرجي بالكهرباء، اعرضها الكهرباء تقوم الاتوم اللي تحت تطلع فوق. والكهرباء نوعين، يا اما استخدم راديو فريكوينس ويف ان الاتوم اللي تحت ادخل عليها راديو فريكوينس ويف تقوم الاتوم تمتص الويف ديت، ويف يعني راديشن يعني فوتون، وتطلع بيها فوق. او اعرض الماتيريال دي لهاي دي سي فولتج، هاي دي سي فولتج يعني دي نيجاتيف ودي بوزيتيف عادي جدا، فتقوم الالكترون تنط من النيجاتيف للبوزيتيف، بيبقى جوه الانبوب في شويه هواء قليلين يعملوا سبارك، سبارك يعني هيت يعني حراره، الاتوم اللي تحت امتصات تطلع فوق. يبقى ده الالكتريك انرجي بنوعيه.
لان الاتوم اللي تحت تطلعها فوق بتعرضها للراديو فريكوينسي ويف او بتعرضها لهاي دي سي فولتج. الاتوم اللي تحت ممكن اطلعها فوق عن طريق تعريضها لاوبتيكال انرجي، اوبتيكال انرجي طاقه ضوئيه، ان الاتوم اللي تحت اعرضها لفلاش لامب، فلاش لامب او لليزر بيم، فلاش لامب او ليزر بيم. ما هو اي ضوء سواء كان ضوء عادي او ضوء ليزر، ضوء يعني ريديشن، ريديشن يعني فوتون، يعني الاتوم هتمتص الفوتون وتطلع بيها فوق، يبقى يا اما فلاش لامب يا اما ليزر بيم، ده اللي هو الاوبتيكال انرجي. الاتوم اللي تحت ممكن اطلعها فوق بالثيرمال انرجي بالتسخين وخلاص ما لهاش كلام، بالتسخين. بعد كده الاتوم اللي تحت ممكن اطلعها فوق بتعرضها لكيميكال رياكشن، كيميكال رياكشن تفاعل كيميائي، ان احط الماتيريال اللي هتولد لنا ليزر بتوين او خلال كيميكال رياكشن بين الهيدروجين والفلورين، ينتج عن الرياكشن بين الهيدروجين والفلورين، حاضر الهيدروجين والفلورين ينتج عن الرياكشن دوت هي تمتص الاتوم تطلع فوق، او احطها في وسط رياكشن من الديتيريوم فلورايد والكربون دايوكسيد ينتج عن الكيميكال رياكشن ده هي الاتوم تمتصها وتطلع فوق. واعتقد كنا وقفنا عند كده الحصه اللي فاتت. ايوه مريم. مريم مريم صوتك بيقطع. تمام. طيب اتكلمي كده تمام. انا بتكلم اهو ماشي. بقول لو عرضت الاتوم ل AC current مش هو في مشكله، انا عايز سبارك، بتمادي سبارك انا اخدها بدي سي. صوتي واضح ولا ايه؟ انت كده سامعاني كويس؟ سامعاني كده كويس؟ الاتوم تملي السبارك بنحصل عليها من الدي سي، السبارك تملي بنحصل عليها من الدي سي افضل مش من الاي سي. تمام كده ولا ايه؟ الصوت مسموع ولا مش مسموع؟ هكتب تمام كده ولا ايه؟ تمام ولا ايه؟ ايوه انا سامع حضرتك تمام. بس انا عندي مشكله ان انا النت في البيت عطلان وانا شغال بنت الموبايل، يعني النت في البيت عطلان، فانا عشان الحصه ما تبصي انا شغال من نت الموبايل. فاي مشكله تعرفيني بصوت، تعرفيني اول باول. تمام. اللي 10 دقايق اللي فاتوا دول كان مظبوط الصوت؟ تمام. هو الشاشه قدامي سودا اولا، مفيش، مش باين ال كان الصوت مظبوط من الاول خالص؟ من الاول خالص ولا دلوقتي حالا؟ نعمل شير تاني. حالا بس بيقطع. انا بقول بقى يا كده يا اما اجل الحصه، يعني شغال من نت الموبايل. طب انا صوتي واضح؟ لا انا تمام. مين انا؟ حضرتك كده باين؟ لا كده مش باين. باين انا كويس؟ ايوه بس انا في عندي مشكله، مش شايف الاسئله ولا اي حاجه. هخرج خالص وارجع تاني. باينه كده؟ سودة كده باينه ولا لسه سودة؟ ايوه خلاص تمام. طيب ماشي اوكي.
ما انا اسف اني شغال ايوه كده تمام. طيب خلاص ماشي اوكي، بنكمل بقى درسنا النهارده. خلاص كده خلصت الريفيجن، وهنبدا نكمل نخش بقى في درسنا النهارده، ونبدا ناخد ازاي بنولد الليزر. ازاي بنولد الليزر؟ الهيليوم نيون ليزر، الهيليوم نيون ليزر، ازاي هنولد الليزر؟ الجهاز اللي هنولد بيه الليزر، نوع الليزر اللي هنولده اسمه هيليوم نيون ليزر، الهيليوم نيون ليزر. من كل الانواع اللي فاتت دي الكتاب اختار نوع واحد نولد بيه الليزر. الهيليوم نيون ليزر عباره عن تيوب من جلاس اسمه الكوارتز، من ازاز الكوارتز، بحيث ان الازازه دي التيوب ديت لو وقعت على الارض ما تتكسرش. يبقى عباره عن تيوب كده من جلاس اسمه الكوارتز، كوارتز تيوب. جوه التيوب دي خليط من الهيليوم والنيون بنسبه تل 1، خليط من الهيليوم غاز الهيليوم وغاز النيون بنسبه تل 1. اشمعنى تل 1؟ هنعرف كل حاجه هتتقال، هنقول سببها بس بعد شويه. دول هم اللي هيطلع منهم الليزر، دول كده هم اللي هيطلع منهم الليزر. يبقى دول هنقول مبدئيا ودقق كلامي بعد شويه، ده الاكتيف ميديوم، ده الاكتيف ميديوم اللي هيطلع لنا الليزر. طب عشان يطلع ليزر لازم الاتوم تطلع من تحت لفوق، يبقى محتاج سورس اوف انرجي. السورس اوف انرجي هنا هي الالكتريك انرجي، الكتريك انرجي. يا اما اوصل الانبوبه دي بهاي دي سي فولتج، يا اما اعرضها لراديو فريكوينسي ويف. يبقى الاكتيف ميديوم مبدئيا وهدقق كلامي بعد شويه، الاكتيف ميديوم هو خليط من الهيليوم والنيون الريشيو تيل 1. ده الاكتيف ميديوم. بعد كده السورس اوف انرجي الكتريك انرجي، احدى نوعيها يا هاي دي سي فولتج يا راديو فريكوينسي ويف. بعد كده الريزونان كافيتي، المرايتين، ادي مرايتين اهم، ادي ميرور وادي ميرور. الميرور دي الريفليكشن كوفيشن ليها 98%، والثانيه الريفليكشن كوفيشن ليها 99.5%. ايه الارقام ديك؟ الارقام دي بالنسبه لك لا تمثل اي شيء، سواء ان دي المرايه الضعيفه ودي المرايه القويه، بس ان دي المرايه الضعيفه ودي المرايه القويه، غير كده لا تمثل شيء الارقام دي. الريفليكشن كوفيشن 98%، الريفليكشن كوفيشن 99.5%، دي معناها ان دي المرايه الضعيفه ودي المرايه القويه. خلاص كده اي جهاز ليزر بيحتاج ثلاث حاجات زي ما قلنا الحصه اللي فاتت، اكتف ماتيريال، اكتف ميديوم اللي هو الهيليوم والنيون. بالمناسبه دول فيهم الليفل 10 باور نيجاتيف 3 سكند من تستبل انرجي ليفل، السورس اوف انرجي هاي دي سي فولتج، والمرايتين اهم بالنسبه لنا. ازاي بقى الليزر بيتولد؟ ازاي بقى الليزر بيتولد؟ طبعا هنا اهو الخليط من الهيليوم والنيون بنسبه تل 1، وجوه الهواء قليل جدا جدا جدا، البريشر بتاع الهواء اللي جوه 0.6 ملم اتش جي. نسيب شويه هواء قليلين جدا 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 عشان يعملوا لي سبارك مناسبه تخلي الاتوم اللي تحت تطلع فوق، ما يعملوليش حريقه ولعه كبيره، لا حريقه بسيطه جدا، ولعه بسيطه جدا تخلي الاتوم اللي هتبقى تحت تطلع فوق. ازاي بقى بنولد الليزر؟ ازاي بقى بنولد الليزر؟ هنشوف دلوقتي العمليه بتتم ازاي. في الاول كده رسمه مبدئيا هنقولها بسرعه، وبعدين هناخدها حته 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 حته. في الاول خالص غاز الهيليوم، غاز الهيليوم بيبقى فيه الليفل الميتا ستيبل انرجي ليفل اللي هو 10 باور نيجاتيف 3 سكند. اي اتوم الهيليوم تحت عشان تطلع فوق هنا لازم اديها انرجي 20 الكترون فولت، 20 الكترون فولت. غاز الهيليوم الاتوم بتاعته اللي تحت عشان تتنقل وتطلع فوق لازم ادي كل اتوم انرجي مقدارها 20 الكترون فولت. ده غاز النيون، اي اتوم النيون تحت ما تبصش على الاسهم ولا الخطوط، ده اتوم النيون. اي اتوم النيون عشان انقلها للليفل اي 2 اللي فوق خالص اللي هو 10 باور نيجاتيف 3 بحتاج اديها انرجي بما يرضي الله 20.2 الكترون فولت. قول 20 الكترون فولت وخلاص، بس هي بالظبط 20.2 الكترون فولت. هنقول 20 الكترون فولت، 20 الكترون فولت. يبقى اتوم الهيليوم عشان تطلع هنا عايزه 20 الكترون فولت، اتوم النيون عشان تطلع في الليفل اللي فوق خالص ليفل اي 2 فوق خالص عايزه 20 الكترون فولت. معلش الكتاب سمى الليفل ده اي 0 وده اي 1 وده اي 2، نعتذر الكتاب اي 0 اي 1 واي 2. الليفل اي 2 ده الميتا ستيبل انرجي ليفل، الليفل اي 2 هنا برضه هو الميتا ستيبل انرجي ليفل. يبقى اي اتوم الهيليوم عشان تطلع فوق هنا اهو عايزه 20 الكترون فولت، اي اتوم نيون عشان تطلع هنا محتاجه 20 الكترون فولت. ايه اللي يحصل بقى؟ انا عندي هنا التيوب بتاعتنا اهي، التيوب دي متوصله بهاي دي سي فولتج، هاي دي سي فولتج ده هيعمل لي هنا اكسايتيشن للاتوم اللي تحت، اكسايتيشن للاتوم اللي تحت، اكسايتيشن للاتوم اللي تحت. تقوم ايه اللي يحصل؟ اتوم الهيليوم اللي عددها كثير وخفيفه، اتوم الهيليوم اللي عددها كثير ريشيو تيل 1 وخفيفه هي اللي تمتص كل الالكتريك انرجي. اتوم الهيليوم هي اللي تمتص كل
الالكتريك انرجي والنيون لا، عشان يون ده اصلا احنا خدناه ان هو غاز خامل، غاز خامل مش نشيط. الهيليوم عدد الاتوم بتاعته 10 بالنسبه للنيون 1، يعني عدد الاتوم بتاعته 10 مرات النيون، وهو الاخف. يبقى كل الالكتريك انرجي اللي جوه الهيليوم يمتصها. اتوم الهيليوم امتصت الانرجي المظبوطه بالظبط 20 الكترون فولت، يبقى كل اتوم الهيليوم خدت 20 الكترون فولت، طلعت بيها فوق، طلعت بيها فوق. لما الاتوم الهيليوم خدت الانرجي 20 الكترون فولت، اللي حصل لاتوم الهيليوم لما خد الانرجي دي؟ الانرجي بتاعتها زادت، سرعتها زادت، بدات تتصادم مع اتوم النيون. اتوم الهيليوم بدات تتصادم مع اتوم النيون، اتوم الهيليوم بدات تتصادم مع اتوم النيون. نتيجه التصادم ده الانرجي اتنقلت من الهيليوم للنيون، بقى كل اتوم النيون معاها انرجي 20 الكترون فولت بالظبط. ال 20 الكترون فولت اللي خده من النيون كان اناف انه يرفعه فوق هنا خالص. يبقى خلاص اتوم النيون طلع فوق خالص، طلع فوق خالص في الليفل ال 10.3. يبقى كده حصل البيبريشن انفيرجن ستيت. واحد يقول لي ليه يا مستر ريشيو تي ال 1؟ ليه يا مستر ريشيو تي ال 1؟ كل اتوم من النيون يبقى حواليها 10 اتوم هيليوم بيحاولوا يصطدموا بيها، يبقى هيصطدموا وهيصطدموا، وبالتالي كل اتوم تحت شور هتتنقل فوق والمنطقه اللي تحت هتفضى خالص. لما اكون في واحد عايز اضربه اسلط عليه 10، يبقى لو الواد ده ما عرفش يضربه الواد الثاني هيضربه، لو ده ما عرفش يضربه الواد الثالث هيضربه، لو ده ما عرفش يضربه الواد الخامس هيضربه، هيتضرب هيتضرب. يبقى كل اتوم من كل اتوم من النيون حواليها 10 اتوم هيليوم بيتنافسوا على ضربها. يبقى كل اتوم النيون هتتخبط وبالتالي هتطلع فوق. يبقى انا ضمنت ان كل اتوم النيون اللي تحت طلعت فوق. ضمنت ان كده حصل البيبيوليشن انفيرجن ستيت، البيبيوليشن انفيرجن ستيت اتحقق. كمان بقى عشان نفهم عشان نرجع بقى ناخد بالتفصيل، يبقى اتوم الهيليوم اللي تحت بتمتص كل الانرجي اللي داخل الانبوبه، بتمتص كل الالكتريك انرجي اللي داخل الانبوبه. ليه بتمتصها؟ لسببين، هي الاخف، الاتوم الاخف وهي الاكثر، الاخف والاكثر والثاني ده غاز خامل ملوش في اي حاجه، يتضربوا بس، ياخد على دماغه بس. يوم اتوم الهيليوم هي اللي تاخد كل الانرجي عشان عددها كبير وعشان هي الاخف. تاخد اتوم الهيليوم انرجي، والانرجي محسوبه بالظبط 20 الكترون فولت، ترفعها لفوق. خلاص الهيليوم معاه انرجي كبيره، يتصادم مع النيون، يتصادم مع اتوم النيون، نتيجه تصادم الهيليوم مع النيون الانرجي تتنقل من الهيليوم للنيون. الانرجي اللي بياخدها نيون 20 الكترون فولت، انف انها ترفعها في الليفل اي 2. يبقى خلاص كل اتوم النيون اترفعت فوق. وليه بقول كل اتوم النيون بنسبه 100% طلعت فوق؟ لان كل اتوم نيون حواليها 10 اتوم هيليوم بيتنافسوا على ضربها، يبقى كله هيتضرب وهيطلع فوق. يبقى الاتوم كلها اتراكمت فوق، يبقى انا كده طمنت ان البيبريشن انفيرجن ستيت اتحقق، البيبريشن انفيرجن ستيت اتحقق. مش عايز اغادر الحته دي، يبقى لو جيت قلت لك هنا ايه دور الهيليوم في الموضوع؟ تقول لي دور الهيليوم هو اللي بيمتص الاكسترنال انرجي، هو اللي بيمتص الاكسترنال انرجي. هو اللي بيمتص الاكسترنال انرجي، ايه دوره؟ بعد كده بالنسبه للنيون هو السورس اوف انرجي للنيون، الهيليوم هو السورس اوف انرجي للنيون، هو السورس اوف انرجي للنيون، ايه دور النيون؟ هو اللي هيطلع منه ضوء الليزر زي ما هنشرح دلوقتي. يبقى دور الهيليوم هو السورس اوف انرجي للنيون، وايه دور النيون؟ حالا هنقول انه هيطلع منه هو ضوء الليزر. طب اشمعنى النيون اللي اخترناه عشان طلعنا ضوء الليزر؟ عشان الليزر اللي بيطلع من النيون بيبقى ليزر لونه احمر، وانا عايز ليزر احمر، عايز ليزر ريد، هو ده اللي بيطلع من النيون ليزر لونه احمر وانا عايزه احمر. يبقى الاكسترنال انرجي بتمتص بواسطه الاتوم بتاعت الهيليوم. الهيليوم خدها بيبقى هو السورس اوف انرجي للاتوم النيون. وبعد كده اتوم النيون هي هتبقى السورس اوف الليزر، السورس اوف الليزر. تعالوا بقى خلاص اتوم النيون خلاص الحمد لله اتوم النيون كلها طلعت فوق، اتوم النيون خلاص كلها طلعت فوق، اتوم النيون اهي خلاص كلها طلعت فوق. متشكرين جدا للهيليوم، خبط الاتوم بتاعت النيون وطلعها كلها فوق، وليكن 9 مليون اتوم فوق. 9 مليون اتوم فوق، الليفل ده 10 باور نيجاتيف 3، الليفل ده 10 باور نيجاتيف 8 وده اي 0. ال 20 الكترون فولت ينقله النيون من الليفل اللي تحت اللي فوق خالص، مش لده، من هنا لهنا 20 الكترون فولت كافيين ينقله فوق خالص. طيب انا كده خلاص الاتوم بقت عندي فوق كلها البوليشن الفيجن ستيت حقق. اقوم اعمل ايه؟ استخسر ابعد فوتون خارجي. استخسر ابعد فوتون خارجي، اقول ايه؟ هي 9 مليون اتوم دول هل هم طلعوا مع بعض في وقت واحد؟ لا بالتاكيد ما طلعوش مع بعض في وقت واحد. يبقى في مجموعه وليكن مثلا 3 مليون اتوم هم طلعوا من الاول. دول اسيبهم لغايه ما يخلصوا وقتهم وينزلوا سبونتينوس، وينزلوا سبونتينوس. خلاص عندي 9 مليون اتوم بقوا فوق، مش معقوله 9 مليون اتوم دول طلعوا كلهم في لحظه واحده، بالتاكيد كان في مجموعه سابقه، مجموعه مش كل الطلبه بيجوا السنتر في وقت واحد، بالتاكيد في مجموعه سابقه مجموعه.
طب المجموعه اللي جت الاول يا جماعه هي اللي هتخرج في اخر الحصه الاول. يبقى في 3 مليون اتوم دول الجوم الاول هم اللي هنسيبهم ينزلوا لوحدهم براحتهم بمزاجهم برضاهم. يبقى كده نزلوا سبونتينوس، ويبقى كده خرجوا لي فوتون مبعثره، خرجوا لي فوتون مبعثره، فوتون مبعثره، خارج لي 3 مليون فوتون مبعثر، 3 مليون فوتون مبعثر. اما احط قدامهم مرايه قصيره جدا، المرايه القصيره دي نسبتها ايه؟ اللي هيصطدم بيها بس، انا عندي 3 مليون فوتون، ما عنديش 3 مليون اتجاه. يبقى في ال 3 مليون فوتون المبعثرين دول هتلاقي في شله بالتاكيد بلدت بالصدفه، شله بلدت بالصدفه. احط مرايه كده قصيره اللي يخبط فيها يبقى هم اللي كانوا بلد لبعض، يبقى الفوتون اللي هنا اللي هي بالصدفه كانت بلد هي دي اللي هستخدمها في الاكسايتيشن بعد كده. رجع لي 3 مليون اتوم هنا سبونتينوس، يبقى رجع لي فوتون مبعثره، مبعثره 3 مليون فوتون خارجين لي مبعثرين في اتجاهات مختلفه. بس هل انا عندي 3 مليون اتجاه؟ بالتاكيد لا، يبقى في شله منهم بالتاكيد غصب عنهم هيبقوا بلد لبعض. انتقيهم ازاي؟ احط مرايه كده قصيره هنا، ال 3 مليون فوتون منهم مثلا قول اتنين، قول منهم مليون فوتون درجه، منهم مليون فوتون بارد، هم دول اللي اصطادهم ودخلهم من اهو، هم دول اصطادتهم ودخلتهم من اهو بالمرايه. طيب الثلاثة اتوم اللي هنا دول بقى هيحصل لهم ايه؟ هيقعدوا وقت قصير جدا تيرموديفيكيت سكند وينزلوا تحت. الاتوم دي اول ما تنزل تحت الهيليوم يخبطها يردها تاني فوق. يبقى 3 مليون اتوم نزلوا هنا اهو سبونتينوس، خرجوا لي فوتون مبعثره، انتقيت منهم البارد الباس ده اللي هستخدمه بعد كده. وهم ال 3 مليون اتوم اللي هنا هيقعدوا وقت قصير جدا وينزلوا الليفل تحت، اول ما ينزلوا الليفل تحت الهيليوم يخبطهم ويردهم تاني فوق. يبقى الموقف دلوقتي خلاص ال 9 مليون اتوم طلعهم تاني كلهم بقوا فوق، ودول لسه رايحين يخبطوا في المرايه، يعني دول اهم دول نزلوا تحت اهم، والهيليوم هيخبطهم، الهيليوم هيخبطهم يطلعهم فوق. طول ما دول تحت لسه دول وشهم ناحيه المرايه، لسه ما حصلهمش ريفليكشن زي الحصه اللي فاتت. طول ما دول تحت دول لسه رايحين للمرايه، خلاص دول الهيليوم خبطهم وطلعهم تاني فوق، طلعوا فوق اهم. بقوا طلعوا فوق تاني اهم، في رجعت الاثنين فوتون دول، الاثنين مليون فوتون اللي راجعين. فرجعت الفوتون دي من المرايه، ايه اللي يحصل؟ الاثنين دول يحرضوا دول ينزلوا. هم كده راجعين لي فوتون في اتجاه واحد، فوتون بلدي، اللي هم خارجين بالسبونتينوس صحيح. بس انا نقيت منهم اللي هم بلدي، نقيت منهم اللي هم بلدي واستخدمتهم في الاكسيتيشن. اثنين فوتون هيحرضوا اثنين اتوم، بقى عندي اربعة فوتون. أربعة فوتون هيحرضوا أربعة اتوم، بقى عندي 8 فوتون. 8 فوتون هيحرضوا 3 اتوم، 3 هيحرضوا 3 يرتج لي 6، وعندي 8 يبقى عندي 11 فوتون، يبقى عندي كده 11 فوتون. هيروح يخبطوا في الميرور دي، لسه رايحين يخبطوا في الميرور. طب الاتوم اللي هنا هيحصل لها ايه؟ الاتوم اللي هنا هتقعد وقت قصير جدا وتروح نازله في الليفل اللي تحت، اول ما تنزل في الليفل اللي تحت الهيليوم يخبطهم يروح رددهم فوق تاني، يطلعهم فوق تاني، فرجعت دول، فرجعت دول، فرجعت دول، وهكذا بقى تفضل العمليه راحة جاية راحة جاية. خلاص راحوا دول طالعين اهم، دول طالعين اهم، وال11 فوتو رايحين يخبطوا، ال11 فوتو رايحين يخبطوا، الهيليوم خبط دولم وراح مطلعهم فوق تاني، راح مطلعهم فوق تاني، خلاص بقى مش نرسمها تاني، راح مطلعهم فوق تاني، فراجع الدول ال11 وهيلاقي هنا هو في 9 9 حرضوا 9 يبقى 18، 2 ما حرضوش حد يبقى 20. الفوتون تفضل تكتر وتكتر وتكتر لغايه ما يبقى كم معين تتمكن من اختراق المرايه الرفيعه بسهوله الضوء ليزر، بسهوله الضوء ليزر. يبقى هي دي الطريقه اللي بنولد بيها الليزر. نعيد بقى تاني من الاول كده، في الاول خالص بنقول ان انا عندي التيوب بتاعتنا فيها اكسترنال الكتريك انرجي، اكسترنال الكتريك انرجي، مين اللي بيمتص الكتريك انرجي ديت؟ الهيليوم. ليه الهيليوم بيمتص هو الانرجي؟ لسببين، اولا هو عدد الاتوم بتاعته اكتر 10 مرات النيون، ثانيا ان هو الاخف، فالهيليوم بياخد كل الانرجي اللي جايه من بره، خد الانرجي راح طالع بيها، الانرجي اللي بياخدها دي محسوبه تطلعها في الليفل الميتا ستيبل انرجي ليفل اللي هو 10 باور نيجاتيف 3 سكند. الانرجي اللي خدها 20 الكترون فولت، الهيليوم يصطدم بعد كده مع اتوم نيون، يصطدم مع اتوم نيون فينقل لها الانرجي بتاعته، يبقى كل اتوم نيون خدت انرجي 20 الكترون فولت، راح تطلع فوق، راح تطلع فوق، راح تطلع كده فوق، خلاص يبقى كده كل الاتوم طلعت بنسبه 100% فوق، لان كل اتوم نيون حواليها 10 اتوم هيليوم بيستعدوا لضربها، فهتتضرب هتتضرب وهتطلع فوق. خلاص الاتوم بتاعت النيون طلعت فوق، اتوم النيون طلعت فوق، كان المفروض ابعت فوتون محرض. لا استخسر ابعت فوتون محرض اقول لهم سيبهم يحرضوا نفسهم منهم ببعضهم. اعمل فتنه بينهم ان اول اتوم طلعت اسيبهم هم ينزلوا لوحدهم سبونتينوس، يبقى اول 3 مليون اتوم طلعهم هسيبهم ينزلوا لوحدهم سبونتينوس، فيخرجوا لي فوتون مبعثره، هيخرجوا لي فوتون مبعثره في كل الاتجاهات، بس هم عددهم كبير جدا فبالتاكيد هتلاقي في شله منهم بارده هنتقيها وهي دي اللي هدخلها على المرايه. طب ال 3 مليون اتوم اللي بقوا هنا هيقعدوا وقت قصير جدا ويروحوا نازلين تحت، نازلين الليفل اللي تحت، اول ما ينزلوا الليفل اللي تحت الهيليوم يخبطهم ويروح مطلعهم فوق تاني، اهو نزلهم تحت الهيليوم خبطهم هيطلعوا فوق تاني، ولسه الفوتون ديك البلد
لسه ما وصلتش المرايه، خلاص دول هيوصلوا ويبقوا فوق، هيوصلوا هم وبقوا فوق. فرجعت الفوتو اللي كانت صح هتخبط في المرايه، اثنين هيحرضوا اثنين يخرجوا اربعه، اربعه يحرضوا اربعه يخرجوا ثمانيه، ثمانيه ثلاثه يحرضوا ثلاثه خرجوا سته، وخمسه ما حرضوش حد يبقى 11، 11 فوتو رايحين يخبطوا في المرايه دي. والتسعه اتوم اهم دول كده اهو هيقعدوا هنا وقت السير وينزلوا تحت، اول ما ينزلوا تحت الهيليوم يخبطوا ويردهم تاني فوق، فرجعت ال 11 فوتون دول وهكذا، تفضل الفوتون تكتر وتكتر وتكتر تكتر 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 لغايه اما يبقى كم كده كبير يمكنهم من اختراق المرايه الضعيفه بصوره ضوء ليزر. بامانه ربنا اللي بيخرج 99% من الفوتون، بيتبقى 1% من الفوتون من التزاحم ما بيعرفش يخرجوا، الفوتون ما بتعرفش تخرج بتقدر تخبط وترجع تعمل ريفليكشن تاني، ويبقى دي بدايه تكوين الدفعه الثانيه من ضوء الليزر. ما احنا قلنا الليزر بيبقى دفعات، كل ما يتكون مثلا 5000 فوتون يخرجوا. الكون هنا 5020 فوتون، خرج 5000 واتباع 20 فوتون، ال 20 فوتون دول يبداوا يحرضوا الاتوم تاني لغايه ما يبقوا 5000 تاني و20 ويخرجوا. وبعدين يتبقى 5000 يخرجوا ويتبقى 20 فوتون جوه، ما يعرفوش يخرجوا، هيقعدوا يستخدموا في التحريض تاني وهكذا. يبقى الفوتون اللي بتخرج لي بتخرج لي مثلا بنسبه 99% ولا 98%، وفي باقي منهم من التزاحم ما يعرفش يخرج فريفليكت، ويبقى هو ده بدايه الموجه الثانيه من دفعه الليزر. يبقى كده عرفنا ازاي الليزر بيتولد، ازاي الليزر بيتولد. سؤال دي فريزون، سؤال في كل الامتحانات بيجي كل سنه وهيجي السنه دي برضه. ليه بنختار الهيليوم مع نيون؟ ليه بنختار الهيليوم مع نيون؟ ليه بنختار الهيليوم مع نيون؟ بنختار الهيليوم مع نيون بالعربي كده الاول، بنختار عشان الميتا ستيبل انرجي ليفل ليهم هما الاثنين نير ايكوال. عشان الميتا ستيبل انرجي ليفل ليهم هما الاثنين نير ايكوال، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا الهيليوم عشان يجي في الليفل ده محتاج انرجي 20 الكترون فولت، النيون عشان يجي في الليفل ده محتاج انرجي 20 الكترون فولت. يبقى الانرجي اللوست من الهيليوم اناف للنيون، الانرجي اللوست من الهيليوم هتبقى اناف للنيون، الانرجي اللوست من الهيليوم هتبقى اناف للنيون. ما جيبش انا، لو فرضنا ان انا جبت هيليوم واكسجين اي حاجه ثانيه واكسجين مثلا، وكان الاكسجين الليفل ده بالنسبه له 30 الكترون فولت، يجي الهيليوم يقول له خد 20، يقول له لا ده انا عايز 30، خد 20 لا ده انا عايز 30، لا خليهم لك بقى مش عايزهم، يبقى ما كانش هيقبلهم. الاتوم لازم تاخد الانرجي اللي تطلعها ليفل، مش تطلعها ما بين اثنين ليفل، لا لازم ليفل، ما كانش هيقبلهم. لحسن الحظ ان الميتا ستيبل انرجي ليفل للهيليوم والميتا ستيبل انرجي ليفل للنيون الاثنين نير ايكولي. ليه بنقول نير ايكولي؟ اصل يبقى امانه ربنا ده عايز 20 الكترون فولت وده عايز 20.2 الكترون فولت، 20.2 الكترون فولت، فعشان كده بنقول ايه؟ يعني نير ايكولي، الميتا ستيبل انرجي ليفل هما الاثنين نير ايكولي، و22 20.2 مش هتفرق في حاجه خالص، برضه الاتوم هتطلع، ما هو بنقول كل 10 اتوم من الهيليوم متربصين بنيون، يعني هيخبطوها هيطلعوها هيطلعوها. يبقى ليه بختار الهيليوم مع نيون؟ ده مهم جدا، بختار الهيليوم مع نيون عشان الميتا ستيبل انرجي ليفل ليهم الاثنين نير ايكوال، فالانرجي روست من الهيليوم بتبقى اناف للنيون، الانرجي روست من الهيليوم بتبقى اناف للنيون، اناف للنيون، ويبقى الهيليوم دوره هنا السورس اوف انرجي للنيون، ودور النيون هنا هو الاكتف ميديوم اللي بيطلع منه ضوء الليزر. ليه اخترنا النيون بالتحديد؟ عشان بيطلع منه ضوء الليزر الكلر بتاعه لونه ريد، واحنا عايزين الليزر لونه ريد. عندنا شويه اسئله. ايه دور الهيليوم والنيون في موضوع الليزر؟ لسه قايلين دلوقتي دور الهيليوم هو السورس اوف انرجي للنيون، ودور النيون هو الاكتف ميديوم اللي بيطلع منه ضوء الليزر. ليه لازم الديوريشن انفيجن ستيت يتحقق من الاول من الحصه اللي فاتت؟ لازم الديوريشن انفيجن ستيت يتحقق عشان تبقى الاتوم فوق عددها كبير، يبقى عدد الفوتون اللي هتعمل لها اكسيتيشن، يعني اما يبقى عدد الاتوم فوق كتير يبقى الكويرنت فوتون الرجعه دي هتعمل اكسيتيشن لمور اتوم، فتخرج لي مور كويرنت فوتون. كل ما عدد الاتوم يكتر كل ما عدد الفوتون اللي خارجه تكتر، كل ما عدد الاتوم فوق تكتر كل ما عدد الفوتون يكتر وتكتر وتكتر لغايه ما يبقى عددها انف انها تخرج من المرايه الضعيفه بصوره ضوء ليزر. لما عدد الاتوم فوق يزيد، دول كانوا 9 اتوم خرجوا لي 11، طب لو كانوا 20 اتوم كانوا هيخرجوا لي، اشوف هيخرجوا كام. كل ما عدد الاتوم فوق تزيد يبقى عدد الكيرنت فوتون اللي خارجه بتزيد، يوصلوا بسرعه للحد المطلوب لتوليد ضوء الليزر. نكمل الاسئله بتاعتنا. بيقول لي ايه وظيفه الريزمان كافيتي في الموضوع؟ وظيفه المرايات، وظيفه الميرو تعمل لي مالتيبل ريفليكشن الفوتون بيم، مالتيبل ريفليكشن الفوتون بيم، مالتيبل ريفليكشن الفوتون بيم تو اوكسايد مور اتوم تو ريليز مور كيرنت فوتون. وظيفه الميرو بتعمل مالتيبل ريفليكشن، مالتيبل ريفليكشن الفوتون بيم تو اوكسايد مور اتوم تو ريليز مور كيرنت فوتون، لغايه بقى لما يبقى البيم دوت انف ان هو يخرج بصوره ضوء ليزر. ايه اهميه وجود الميتا ستيبل انرجي ليفل؟ ايه اهميه وجود الميتا ستيبل انرجي ليفل؟ يعني ليه الليفل 10 بقى نجيب سليم مطلوب؟
ليه التين باور نيجاتيف 8 ما ينفعش؟ التين باور نيجاتيف 8 ما ينفعش، ان مش هقدر اعمل بيبريشن فيجن ستيت، مش هقدر اكوم الاتوم، مش هقدر اعمل استيميت اميشن، ان الوقت هيخلص قبل ما اعمل هذا الكلام. التين باور نيجاتيف 8 سكند وقت قصير جدا، مش هلحق لا اكوم الاتوم فوق ولا اعمل لها استيميت اميشن. اما التين باور نيجاتيف 3 ده وقت طويل جدا، اقدر اعمل بيبريشن فيجن واقدر اعمل استيميت اميشن. عشان البيبريشن فيجن ستيت وعشان الاستيميت اميشن اقدر احققه بسهوله، يبقى لازم يكون عندي الليفل 10 باور نيجاتيف 3 سكند اللي هو الميتا ستيبل انرجي. لو حبينا نقارن ما بين كان بقى في حاجه زمان ان لغايه 2016 كان المقرر علينا في دراسته في الليزر حاجه اسمها روبي ليزر، ما كانش في حاجه اسمها هيليوم نيون ليزر عندنا، كنا بندرس حاجه اسمها روبي ليزر، روبي ليزر. وبعد جت الممثله روبي طلعت في التلفزيون وبتاع، فقال لك الوزاره كده بتعمل لها دعايه وبتاع، لا الغي روبي ليزر وندرس الهيليوم نيون ليزر. احنا ندرس الهيليوم نيون ليزر، للاسف لغوا اللي هو روبي ليزر ده، اتلغى من الكتاب، بس سابوا الكومبير ما بينه وما بين الهيليوم نيون ليزر، يعني اتلغى من الكتاب وسابوا الكومبارزون ما بينه وما بين الليزر اللي بناخده الايام دي. الهيليوم نيون ليزر والروبي ليزر، الاكتيف ميديوم هنا بالنسبه للهيليوم نيون خليط من الهيليوم والنيون. في الروبي ليزر كان بنستخدم ماده اسمها روبي ماتيريال، والروبي دي يعني الكروميوم اتوم، ماده كده اسمها كروميوم اتوم واللي هي اسم ثاني، الاسم الكيميائي اسمه الروبي، روبي ماتيريال. هي بقى الممثله روبي لما طلعت بوظت الدنيا وقال لك لا شيلها من الوزاره، بتعمل لها دعايه ببلاش وما رضيتش تدفع فلوس الوزاره وبتاع الدعايه ديك، فشالوها بس سابوا الكومبير. السورس اوف انرجي، السورس اوف انرجي الهيليوم نيون ليزر، السورس اوف انرجي الكتريك انرجي. اما في الروبي ليزر اللي ملغي بس سابوا الكومبير بتاعه اوبتيكال انرجي. المرايات هنا اكسترنال وهنا انترنال. طب ليه هنا المرايات اكسترنال؟ ما هو اصل انا عندي بالنسبه لي هنا ده هيليوم نيون ده غاز، فلازم مرايات خارجيه، ده دول غاز. اما الروبي ليزر الكروميوم اتوم دي ده ماده صلبه، فدي ينفع اعمل لها بولشي من ناحيتين وتبقى ميرور، فدي انترنال ريزونانت كافيتي، انترنال ريفلكتنج ميرور، انترنال ريفلكتنج ميرور. فالروبي ليزر دي ماده كروميوم اتوم، دي ماده صلبه ينفع اعمل بولشنج للجناب بتاعتها وتبقى ميرور، يبقى دي انترنال ريزونانت كافيتي. اما في الجهاز بتاع الهيليوم نيون ده، الهيليوم نيون دول جاز ما ينفعش اعمل فيهم حاجه، ما ينفعش اعمل بولشنج لجنابهم، دول غازات، فدول اكسترنال ميرور. اكسترنال ميرور الليزر دلوقتي اللي موجود في حياتنا دلوقتي بيغطي ثلاث حاجات. في ليزر نوع فيزبل لايت غالبا بيبقى يا ريد يا جرين، وفي الترا فايلوت وفي انفراريد، بس دول انواع الليزر اللي اتعملوا لغايه دلوقتي. في الليزر الويف لينث بتاعته رينج الفيزبل لايت ده بيتشاف، الليزر الويف لينث بتاعته رينج الالترا فايلوت ما بيتشافش وضار جدا، والليزر الويف لينث بتاعته انفراريد ده بنستخدمه في حاجات معينه هنعرفها بعد شويه. الهيليوم نيون ليزر ده بيطلع لي ليزر لونه ريد، لونه ريد، عشان كده مستحملين بواخه النيون، و ان هو ما بياخدش انرجي بنفسه، لازم الهيليوم يخبطه ويديله الانرجي عشان هو انرت جاز، غاز كامل. خلص موضوع الليزر النهائي، خلص موضوع الليزر النهائي، ونبدا ناخد حاجه ثانيه، حاجه ثانيه مهمه جدا. ابلكيشن الليزرز، ابلكيشن الليزرز، عندنا مشكله. ايه المشكله ديك بقى؟ انا هنا واقف اهو، ازاي بتصور ازاي صورتي بتطلع بالكاميرا؟ بيسقط عليها الراجل اللي بيصورني انسيدنت لايت، الضوء ده بينزل عليا بيخبط فيا ويرجع، الضوء اللي راجع ده بيوصفني، الضوء اللي راجع ده بيحمل عني معلومتين. المعلومه الاولى الانتنسي بتاعت الضوء بتتغير على حسب شكلي، الانتنسي بتاعت اللايت بتتغير على حسب شكلي. المعلومة الثانية التضاريس بتاعتي والبروزات، يعني الضوء اللي رجع ده بيقول لي ان المراخير دي متقدمة عن البق ده مثلا 5 سنتي، المعلومة دي موجودة في الضوء اللي راجع، ان العين ماشية مع الجبهة الاثنين على مستوى واحد، ان المراخير سابقة زي ما قلنا البق دي 5 سنتي. الضوء اللي راجع يحمل معلومتين، الانتنسي بتاعت بتغير على حسب الشكل ومعلومه البروزات او التضاريس، مين سابق مين. التضاريس والبروزات دي بنسميها الفيس ديفرنس، الفيس ديفرنس، الفيس ديفرنس. يبقى الضوء اللي راجع يحمل معلومتين، الانتنسي بتاعته بتغير على حسب الشكل، وكمان البروزات بتبقى موجوده برضو انفورميشن جوه الضوء ده. في التصوير العادي، في التصوير العادي، في التصوير العادي، الضوء لما بينزل على الفيلم معلومه البروزات والتضاريس ما بتبانش، الانتنسيتي بتتغير بس مع الشكل اللي بتتبان، فبيبان صوره الشخص، والصوره بتطلع تو دايمنشن، الصوره بتطلع تو دايمنشن مش 3 دايمنشن، فبالتالي البروزات ما بتبانش، تلاقي الراجل في التصوير العادي فيلم العادي
تلاقي مداخلك ماشيه مع بقك، ماشيه مع رقبتك، ماشيه مع صدرك، ماشيه مع الجزمه، كله على خط واحد، كله على خط واحد في التصوير العادي اللي احنا متعودين عليه. التصوير العادي التو دايمنشن، المعلومه اللي بتخص الانتنس اللي بتغير على حسب الشكل بتطلع في الفيلم. اما معلومه البروزات والتضاريس ومين سابق مين، مداخله خارجه عن بقه قد ايه، الريز اللي راجعه تحمل هذه المعلومه. لكن ما تظهرش في الفيلم، ما تظهرش في الفيلم، بتطلع الصوره تو دايمنشن، الصوره تو دايمنشن. هندي رسمه ثانيه ونشرح عليها، وبعد كده نعرف بقى التصوير ازاي اصور 3 دايمنشن. ان انت عارفه احنا بنصور 2 دايمنشن، كل الصور اللي بتصورها دي كلها بالموبايل وكاميرا المصورات وكل ده 2 دايمنشن. تلاقي مداخيلك ماشيه مع بقك، ماشيه مع رقبتك، مع صدرك، مع بطنك، مع الجزمه، كله على خط واحد. ده التصوير 2 دي 2 دايمنشن. ازاي بقى نصور 3 دايمنشن؟ بس بيدي المقدمه دي وبعدين هنشوف. خلاص ادي الراجل اهو، في ضوء نازل عليه، ضوء نزل عليه خبط فيه ورجع. ضوء رجع من مناخيره. وضوء رجع من رقبته. ضوء خرج من مناخيره. وضوء ده خرج من رقبته. وراجعين بالشكل ده، راجعين بالشكل ده. فمقول ايه؟ بص الراجل ده مناخيره هنا. ورقبته هنا. لو قلت مثلا دوت كده 7 سم. وده 10 سم. يبقى اقول ده الراجل ده مناخيره. سبع رقبته ب 3 سم، ما احنا قلنا ده 7 سم وده 10 سم. قول ده مناخيره متقدم على رقبته ب 3 سم. يبقى انا كده بقول الباس ديفرنس، الباس ديفرنس ده مسافه، الباس ديفرنس ده مسافه. قول ده مناخيره سابقه رقبته بباس ديفرنس 3 سم. او النجم من مناخيره اوصل خط كده وخط كده. قول ده مناخيره سابقه بقه بانجل 2 ديجري، بانجل 2 ديجري. يبقى دي اسمها فيس ديفرنس، فيس ديفرنس. الانجل يبقى اسمها فيس ديفرنس. المسافه يبقى اسمها باس ديفرنس. يعني انا اقدر اعبر عن ان مداخيله سبع رقبته بطريقتين، يا اما بالمسافه يا اما بالانجل. يا اما بالمسافه يا اما بالانجل. يا بالمسافه يا بالانجل. اقول ده مداخيله سبع بقه 3 سم. مداخيله متقدمه عن رقبته، مداخيله متقدمه عن رقبته 3 سم، او مداخيله متقدمه عن رقبته 2 ديجري. لما تتكلم على ديجري ده اسمه فيس ديفرنس. لما تتكلم على مسافه باس ديفرنس. بص تاني للرسمه، ده مناخيره اهي وخط خبط في مناخيره ورجع اهو. دي رقبته اهي، خط خبط في رقبته ورجع اهو. بالتاكيد الخط ده اطول من الخط اللي فوق. الخط اللي تحت اطول من الخط اللي فوق. لو فرضنا الخط اللي فوق دوت اللي من بدايه المناخير لغايه ان هو 7 سم واللي تحت 10 سم، يبقى الفرق ده 3 سم. او ان هو ده مناخيره متقدم على رقبته 3 سم. او كانجل دي رايت انجل، دي بتبقى رايت انجل. قول ده مناخيره سابق رقبته ب 2 ديجري. لو اتكلمت على التضاريس والبروزات كمسافه يبقى باس ديفرنس. لو اتكلمت عليها كانجل يبقى فيس ديفرنس. في قانون بيربطهم مش عارفين ازاي. القانون الوحيد اللي في الشابتر ومعلوش مسألة ولا اي حاجه. القانون بيقول لك ان الفيس ديفرنس اللي هي الانجل سيتا بتساوي الباس ديفرنس في 2 باي على لندن. في 2 باي على لندن مش علينا اي حاجه غير اننا نحفظه. وبيجي في الامتحان يقول لك اكتب ريليشن بين الفيس ديفرنس والباس ديفرنس. الفيس ديفرنس والباس ديفرنس. الفيس ديفرنس ده الانجل، الباس ديفرنس ده الديستانس. الفيس ديفرنس اللي هي سيتا، الباس ديفرنس في 2 باي على لندن احفظه صم اللي بيجي في الامتحان يسالك عليه. المره دي يسالك عليه بس اكتب ريليشن بين الفيس ديفرنس والباس ديفرنس، ما لهوش اي مسائل ولا اي حاجه. خلاص ده الفيلم العادي. يبقى الفيلم العادي الريز اللي جايه عدها العيب، تحمل معلومتين، معلومه الانتنس غير مع الشكل ومعلومه البروزات والتضاريس اللي هي بنقول عليها فيس ديفرنس او باس ديفرنس. ده الفيلم العادي. عالم بقى اسمه جيبر، عالم كده اسمه جيبر، عمل طريقه نقدر نخلي فيها الفيلم نشوفه 3 دايمنشن. طريقه اسمها الهولوجرافي، طريقه الهولوجرافي. الهولوجرافي كانت علينا زمان بالتفصيل، اتحذف منها جزء كبير جدا وبقوا بس الخطوات. ما بقوش كل حاجه ليه، يعني بقوا بس الخطوات، فبالتالي هيبقى شرحها مختصر للغايه. التصوير الهولوجرافي تصوير معناه 3 دايمنشن، 3 دايمنشن يعني الفيلم اللي خارج لي اشوف فيه حاجتين. ويمكن كلنا بنشوف كده مساطر عليها صور 3 دايمنشن. مسطره كده تشتري مسطره تلاقي عليها صور 3 دايمنشن، مثلث عليه 3 دايمنشن، تشتري كشكول تلاقي عليها صوره 3 دايمنشن كده، صوره ما تبص لها عينك تزغلل وتحس ان في مستوى ورا مستوى، مستوى ورا مستوى. ده اسمه التصوير ثلاثي الابعاد او الهولوجرافي 3 دايمنشن. عالم اسمه جيبر قدر، عالم اسمه جيبر بطريقه معينه يعملها قدر يطلع لنا صوره 3 دايمنشن. هنشوف بقى ازاي طريقه الهولوجرافي دي ازاي بتتم علينا، بس ازاي بتتم الخطوات، مش علينا ايه اللي حصل، مش علينا ايه اللي حصل. طريقه الهولوجرافي دي طريقه الغرض منها اعمل صوره 3 دايمنشن. يعني ايه صوره 3 دايمنشن؟ يعني صوره فيها المعلومتين موجودين،
الانتنس بيتغير مع الشكل، وكمان مع نومه التضاريس والبروزات اللي بنقول عليها الفيس ديفرنس او الباص ديفرنس بتطلع برضو في الفيلم. فلما ابص كده الاقي فعلا مناخير الشخص متقدمه، احس ان مناخيره سابق رقبته. لما ابص كده الصوره احس ان مناخيره قدام ورقبته ورا، التصوير 3 دي اللي هو شركه شكول تلاقي عليه صوره كده 3 دي، او تشتري منقله او تشتري كده مشترك تلاقي عليها صور 3 دي، تحس ان في حاجه سابقه حاجه، حاجه سابقه حاجه. ده كده بيبقى الصوره دي فعلا معلومتين موجودين، الانتنس بيتغير مع الشكل ومعلومه الفيس ديفرنس او الباص ديفرنس موجود. ازاي بقى بتتم العمليه دي؟ بنجيب هنا ادي مرايه وادي الفوتوغرافيك بليت وده الفيلم وده شخص عايزين نصوره 3 دي، دي المرايه وده الفيلم وده شخص عايزين نصوره 3 دي. نركز بقى في الهيكل، دي ميرور وده الفيلم وده شخص عايزين نصوره 3 دي. بجيب ضوء ليزر، بنجيب ضوء ليزر وبنسكته على المرايه، ادي ضوء ليزر ضوء ليزر ضوء ليزر، بنسكته على المرايه وبنسكته على الجسم في وقت واحد، ضوء ليزر 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 ضوء ليزر، بنسكته على المرايه وعلى الشخص في وقت واحد. واحد يقول لي يا مستر يعني مش هو ضوء ليزر رفيع ازاي هو عامل كده؟ هو اللي بيحصل بينزل كده ضوء ليزر وبعدين ضوء الليزر ده يمشي كده اهو، يمشي كده اهو، يمشي كده اهو، يمشي كده اهو، يعني بيبقى واخد ميل شويه بحيث يبقى نازل على المرايه ونازل على الشخص في وقت واحد بهذا الشكل. يبقى ضوء الليزر هينزل على الميرور وينزل على الشخص. ضوء الليزر بينزل على الميرور بيحصل له ريفليكشن ويروح على الفيلم ويبقى اسمه الريفرنس بيه. ضوء الليزر هيخبط على المرايه، المرايه هيحصل له ريفليكشن وينزل على الفيلم ويبقى اسمه الريفرنس بين، الريفرنس بين. ضوء الليزر هيخبط في البيرسون هيحصل له ريفليكشن ويرجع للفيلم ويبقى اسمه الريفليكتنج بين، الريفليكتنج بين. يبقى في ضوء الليزر نزلته نصه نزل على المرايه ونصه نزل على البيرسون، ضوء الليزر نزل على المرايه حصل له ريفليكشن وبقى اسمه ريفرنس بين، ضوء الليزر نزل على البيرسون حصل له ريفليكشن وبقى اسمه الريفليكتنج بين. التو بين دول الريفرنس بين والريفليكتنج بين نزلوا على الفيلم. ايه اللي حصل لما نزلوا على الفيلم؟ حصل بينهم انترفيرنج، حصل بينهم انترفيرنج. ابص على الفيلم الاقي كده في بقع منوره ومطفيه برايت ودارك فريند مش واضحه، او ما ياخد الفيلم ده اللي عليه البقع مش واضحه دي اللي احنا بنسميه الهولوجرام، الفيلم اللي عليه البقع اللي مش واضحه دي اخده اعمله ديفلوب ده حمره يعني احطه في ماده كيماويه، ابص الاقي الصور بدات تظهر بس الصور ظهرت نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني كل حاجه عكسها، يعني الدماغ فوق تبقى الدماغ تحت، الرجلين فوق تبقى الرجلين تحت، اللي كان لابس اسود يبقى ابيض. ابص الاقي الصوره نيجاتيف، الصوره النيجاتيف دي اللي بنقول عليها صوره كودد ايمج، كودد ايمج اسمها الهولوجرام، 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 الهولوجرام ده اخده. الصوره اللي عليها متشفره دي اخدها وانزل عليها تاني ضوء ليزر. انزل عليها تاني ضوء ليزر، له نفس ويف ليزر ضوء الليزر اللي مستخدمه من الاول. ابص الاقي الفيلم ده الصوره اتكشفت وظهرت 3 دي. الاقي الصوره ظهرت واتكشفت واتظبطت وبقت 3 دي. يبقى تاني ازاي العمليه بتتم؟ هسكت ضوء ليزر، جزء من ضوء الليزر ينزل على المرايه وجزء ينزل على الجسم. ضوء الليزر نزل على المرايه حصل له ريفليكشن وبقى اسمه ريفرنس بي. ضوء الليزر اللي نزل على البيرسون حصل له ريفليكشن وبقى اسمه ريفليكتنج بي. التو بيم دول الريفرنس بي والريفليكتنج بي مع الفيلم يحصل بينهم انترفيرنج، يحصل بينهم انترفيرنج. اخد الفيلم ده واعمل له ديفلوب، ديفلوب يعني احمره احط مواد كيماويه، ابص الاقي الفيلم بدات الصور تظهر بس الصور نيجاتيف، يعني كل حاجه معكوسه، كل حاجه معكوسه. الفيلم النيجاتيف ده بنسميه الكودد ايمج، الكودد ايمج، الكودد ايمج، واسمه ما بين قوسين الهولوجرام، الهولوجرام، الهولوجرام. عايز بقى اكشف الصوره المرحله النهائيه خلاص، عايز اكشف الصوره بحقيقه وحقيقه. اخد الهولوجرام ده، اخد الهولوجرام ده واسقط عليه تاني ضوء ليزر. اخد الهولوجرام ده واسقط عليه تاني ضوء ليزر، له نفس ويف لينس ضوء الليزر المستخدم في التصوير، نفس الويف لينس ضوء الليزر المستخدم في التصوير. ابص الاقي الصوره ظهرت واتكشفت صوره 3 دي. صوره تحتوي على تو انفورميشن، الانتنسي بتتغير على حسب الشخص وكمان بروزات وتضاريس هذا الشخص بيطلع عليه في الفيلم. ميزه العمليه دي الحلوه قوي ان الفيلم واحده صور عليه 100 صوره. ازاي؟ هنتفرج احنا صورنا احمد اهو، واحنا بنصور احمد كان هنا ضوء الليزر اللي بيستخدمه دوت الويف لينس بتاعه 9 انجستروم. خلاص الفيلم طلع لي نيجاتيف كودد، عشان اكشفه يبقى لازم الفيلم ده انزل عليه ضوء ليزر 9 انجستروم تاني يظل احمد. الفيلم ده ينفع اخد اصور عليه حد تاني، ان احط الفيلم تاني واحمد صورته ظاهره هنا ووقف محمد هنا، بس مع محمد اسكت ضوء ليزر الوفلنس بتاعته 10 انجستروم، فلاقي الفيلم اختفى من عليه احمد وظهر صوره محمد كودت متشفره.
اسكت على الصوره المشفره دي، دول ليزر الفرنسي بتوع 10 انجستروم بيكشف لي محمد. لو نزل، لو نزلت دول ليزر 9 انجستروم يكشف لي احمد تاني. يعني الفيلم الواحد بصور عليه مئات الصور، مئات الصور كمان مره. انا خلاص صورت احمد وكنت مستخدم دول ليزر الفرنسي بتوع 9 انجستروم، فاحمد صورته ظهرت كودت، رحت منزل عليه دول ليزر 9 انجستروم تاني، الصوره اتكشفت 3 دايمنشن وبقى احمد باين. اروح واخد الفيلم واحطه هنا تاني لاستخدامه مره اخرى، واحمد الصوره باينه ووقف هنا محمد. بس مع محمد استخدم دول ليزر الويفلنس بتاع مثلا 10 انجستروم، يختفي احمد ويظهر لي محمد متشفر كودد. اروح ساقط على منزل على الفيلم الكودد ده دول ليزر الويفلنس بتاع 10 انجستروم يكشف لي محمد. رجعت في كلامه عايز احمد، انا ماسك دول ليزر الويفلنس بتاع 9 انجستروم يرجع لي احمد تاني. فبالتالي الفيلم واحد بصور عليه مئات الصور، مئات الصور وكله احتفظه، بس كل واحد يبقى عارف الويفلنس اللي اتصور بيه بكام، كل واحد يبقى عارف الويفلنس اللي اتصور بيه بكام، بحيث نقدر نسترده تاني. الطريقه دي اسمها طريقه الهولوجرافي. لو جه قال لي عرف الريفرنس بيم، عرف الريفرنس بيم، اقول له الريفرنس بيم ده ريفلكتنج بيم، ده الليزر ريفلكتنج فروم الميرور، ده الليزر ريفلكتنج فروم الميرور، ويتش انترفير، ويتش انترفير، ويتش انترفير ويز ذا ريفلكتنج بيم فروم ذا اوبجكت فروم ذا بيرسون تو فورم الهولوجرام، تو فورم الهولوجرام. عرف الريفرنس بيم، الريفرنس بيم هو ريفلكتنج بيم فروم الميرور ويتش انترفير ويز ذا ريفلكتنج بيم فروم ذا بيرسون تو فورم الهولوجرام. ايوه هو المرايه دي بتبقى محطوطه فين يعني ورا الميرور؟ بالشكل اللي انا عامله كده بالظبط، زي ما انا عامله كده بالظبط، نفس ما زي ما هو معمول كده بالظبط، بحيث الليزر لما يخبط يرد كده، والليزر لما يخبط يرد لي كده بنفس الشكل ده بالظبط. التصوير مش اللي انت متعود على التصوير بالموبايل او التصوير عند مصوراتي، بتصوري 2 دايمنشن، ده تصوير 3 دايمنشن بيبقى له تجهيزه معينه، ده تصوير 3 دي عمرك ما صورتيه، ده عمرك ما صورتيه، واخد بالك؟ بيبقى له تجهيزه معينه بهذا الشكل. انت متعوده بالموبايل خابطين الصوره وخلاص، خابطينها وخلاص، بتبقى 2 دايمنشن. عايزين نعرف بعد كده الهولوجرام، عايزين نعرف الهولوجرام. الهولوجرام هو الكودد ايمج، الكودد ايمج، الكودد ايمج. الهولوجرام هو الكودد ايمج which produced due to the interfering between a reference beam and reflecting beam. الهولوجرام، الهولوجرام ده الكودد، الكودد، الكودد ايمج which produced due to the interfering between a reference beam and reflecting beam. And the hologram illuminate when illuminate with incident beam with laser beam has the same wavelength as the incident laser beam, the image appears 3D. يبقى تاني تعريف الهولوجرام، 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 تعريف الهولوجرام اللي بعد شويه. فين تعريف الهولوجرام؟ هو موجود في الملزمه. طب الهولوجرام تعريف اهو، الهولوجرام، الهولوجرام هو الكودد ايمج، الكودد ايمج، الكودد ايمج formed due to the interfering between the reference beam and reflecting beam from an object and when illuminate الهولوجرام by laser beam have the same wavelength as the incident laser beam, the image appears 3 dimension. The image appears 3 dimension. يبقى الهولوجرام هو الكودد ايمج، الصورة المتشفرة. Formed due to the interfering between a reference beam and the mirror or reflecting beam and the object. And when the hologram illuminate by laser beam have the same wavelength as the incident laser beam, the image appears 3D. عندنا جيف ريزون، في حاجات بقى كده بتبقى يعني بيبقى علينا بس نحفظها، مش علينا الديتيلز بتاعتها. الديتيلز كانت موجوده واتلغت، بس بنبقى سايبين لها مكان. اول حاجه ليه الليزر بيم لازم استخدمه في الهولوجرافي؟ ليه الليزر لازم استخدمه في الهولوجرافي؟ بنقول له عشان الفوتون بتاعته كويرنت. ازاي بقى؟ مش علينا هذا الكلام. ازاي الليزر بيم بستخدمه في الهولوجرافي؟ ليه الليزر بيم بستخدمه في الهولوجرافي؟ ما بستخدمش الضوء العادي، ما بستخدمش الضوء العادي، بنستخدم ضوء الليزر عشان الفوتون بتاعته كويرن، دي هنحفظها زي ما هي. عايزين نعمل كومبير ما بين الهولوجرافي والنورمال فوتوجرافي.
التصوير ال 3 دي والتصوير ال 2 دي، فيلم اللي هو ال 3 دي والفيلم بتاعنا اللي احنا عارفينه اللي هو ال 2 دايمنشن، اسمه النورمال فوتوغرافي. النورمال فوتوغرافي الفيلم العادي، نورمال يعني عادي، الفيلم العادي. من ناحيه الايمج على الهولوجرافي بتبقى 3 دايمنشن، في النورمال فوتوغرافي بيبقى 2 دايمنشن. في الهولوجرافي في معلومتين بيظهروا على الفيلم، الفاريشن بتاع اللايت انتنسيتي اللي بيعبر عن الشكل، وكمان الفيز ديفرنس بيظهر. ينفع تكتب الفيز ديفرنس او الباس ديفرنس، الاثنين صح. اما الفيلم النورمال ده بيبقى الفاريشن في اللايت انتنسيتي بيظهر، بينما نيجليكت الفيز ديفرنس، نيجليكت الفيز ديفرنس. ده الفرقين بالظبط ما بين الهولوجرافي والنورمال فوتوغرافيك بليت. الهولوجرافي بيبقى الصوره 3 دي، بينما النورمال فوتوغرافيك بليت بيبقى 2 دي. هنا التو انفورميشن بيظهروا، الفاريشن في اللايت انتنسيتي والفيز ديفرنس بيظهروا على الهولوجرافي، بينما على الفيلم العادي الفاريشن بس هو اللي بيظهر، ونجلكت الفيز ديفرنس، عشان كده تبقى الصوره 2 دايمنشن. خلص الابلكيشن الاولاني في الليزر اللي هو الهولوجرافي، التصوير 3 دي. الليزر له ابلكيشن عديده اخرى زي في الطب مثلا. الليزر بنستخدمه في الطب، ازاي بنستخدمه في الطب؟ عشان تفهم ازاي بنستخدمه في الطب لازم تكون شفت فيلم صباحه كذب او فيلم الشموع السوداء. ايه بقى حكايه صباحه كذب والشموع السوداء ده؟ في الفيلم، في الفيلمين عموما البطل بيقع فيعمى، وبعد شويه يقع تاني فيفتح. الفيلمين كانوا كده. طب ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله؟ اللي بيحصل لما البطل بيقع، او نفهم الاول ازاي العين بتشوف. ازاي العين بتشوف؟ العين بيبقى فيها حاجه كده اسمها الريتنا، حاجه كده اسمها الريتنا. الريتنا دي بتبقى ملحومه في عصب الرؤيه، وعصب الرؤيه دوت رايح للمخ، رايح بعد كده للمخ. دي هي الريتنا، دي كده اللي عليها الماوس، دي الريتنا. جزء خليه معينه كده، خليه كده في عيننا، بتبقى متصله بعصب الرؤيه اللي هو رايح للمخ. انا ازاي بشوفك؟ ان الضوء بينزل عليك بيعمل لك سكان، بيمسحك ويخرج منك ضوء يعبر عن شكلك، ينزل على الريتنا دي. الريتنا دي بتحول اللايت انتنسي لاشارات كهرباء، لسيجنال، الكتريكال سيجنال. ازاي بشوفك؟ الضوء بينزل، ضوء اللمبه بينزل عليك، بينزل عليك ويحصل له ريفليكشن منك. الضوء ده خارج منك يحمل شكلك ومواصفاتك، وينزل يدخل جوه عيني وينزل على الريتنا دي. تقوم الريتنا دي تحول اللايت انتنسي الى الكتريكال سيجنال، اشارات كهرباء تتبعت، حاضر تتبعت للمخ، يوم المخ يقرا اشارات الكهرباء ويحولها لصور. طيب لما شخص بيحصل له حادثه، حاضر هرد بعد المحاضره دي. لما شخص بيحصل له حادثه ايه اللي بيجرى؟ الريتنال دي بتنفصل عن العصب الرؤيه، الريتنال بتنفصل عن عصب الرؤيه، او نشوف تكون في مشكله ولا حاجه. ايوه ماشي. الريتنا فين بالظبط؟ عشان كان مش مجمعه. مش سامعك. الريتنا دي فين عشان ابص؟ الريتنا دي يا مريم، بص في المرايه هتلاقي في النني، النني الاسود. بيقول عليها أيوة. الشبكيه. ايوه بالعربي، جايز تكون تعرفيها بالعربي، الشبكيه. ايوه. طب شفت فيلم صباح كده ولا ما شفتيش فيلم صباح كده؟ شفت. ماشي اوكي. الشموع السوداء ولا الشموع السوداء؟ ايه؟ الشموع السوداء بتاع نجات؟ لا. طب خلينا معقول حد ما شافش الشموع السوداء؟ صالح سليم والكلب روي مش مشكله. المهم صباح كده، شفت صباح كده خلاص. ماشي اوكي. الريتنا دي زي ما بقول لك اللي هي الايه؟ الشبكيه اللي في العين. انا بشوفك ان الضوء بيخبط فيكي ويخرج منك، ضوء يمثل شكلك تماما، يخش جوه عيني، ينزل على الريتنا دي. الريتنا دي عباره عن جزء في العين وظيفته يحول اللايت انتنسيتي لالكتريك سيجنال، لالكتريك سيجنال. الالكتريك سيجنال اشارات الكهرباء تتبعت للمخ عن طريق عصب الرؤيه. يوم المخ يترجمها الاشارات الكهرباء دي، الالكتريك سيجنال دي تترجم لصور الاشخاص. ده شيء طبيعي. لما الشخص بيحصل له حادثه ايه اللي بيحصل؟ الريتنا دي بتنفصل عن عصب الرؤية. شايفة كده انفصلت عن عصب الرؤية، يعني نايمة عليه، انفصلت عنه. يبقى الضوء اللي جاي منك وداخل في عيني نزل على الريتنا، حولته لإشارات كهرباء، بس للأسف ما اتبعتتش المخ عشان هي انفصلت عن عصب الرؤية، انفصلت عن العصب ده. يبقى الشخص أصيب بالعمى، الشخص أصيب كده بالعمى. الريتنا دي المفروض نايمة كده وملمسة كلها في عصب الرؤية، نتيجة حادثة الريتنا بتنفصل، بتنفصل بهذا الشكل. يبقى الريتنا عملت دور، قامت بدورها، حولت اللايت انتنسي، اللايت انتنسي، اللايت انتنسي الى الكتريك سيجنال، بس ما نفعش تبعت المخ عشان في انفصال، في ديتاتشمنت حصل. ديتاتشمنت يعني انفصال، ديتاتشمنت حصل.
انفصلت عن عصب الرؤيه. فيقول الشخص عيني، فكانوا زمان يعملوا ايه؟ الشخص اللي عيني ده يمسكوا دماغه كده ويخبطوها في الحيط، لما يخبطوا دماغه في الحيط يقوم تلزق تاني، ترجع تلزق تاني في عصب الرؤيه فيشوف. عشان كده يقول لك انت عميت، طب روح اخبط راسك في الحيط، لما تخبط راسك في الحيط يقوم ترجع تاني تلزق فالشخص يشوف، او ان الشخص العمي ده يقع من على السلم تاني فتلزق رجله في مكانها تاني فيشوف، او يخبطوا تاكسي زي في الفيلم يقوم يرجع تاني يلزق الرجله دي في مكانها تاني فيشوف. كانوا زمان بيعملوا كده، ينتظروا الفرج انه يحصل له حادثه تاني او يقع تاني او تخبطوا عربيه فيقوم يفتح. الكلام ده ما بقاش يحصل دلوقتي، لا بقوا يجيبوا ضوء ليزر، ضوء ليزر ضوء ليزر، ويسكتوه على الريتنا، يسكتوه على الريتنا بتقله ينيمها تاني وينيمها على العصب. وبعدين ضوء ليزر من نوع اللي هو ايه، الانفراريد، اللوب سيرمال افكت، سيرمال افكت، بعد ما تنام الريتنا على العصب بالسيرمال افكت بالتاثير الحراري يلحمها، ولد 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 الريتنا في مكانها، ولد ولد يعني يلحم، ولد يعني يلحم الريتنا في مكانها، فيبقى مفيش اي ديتاتشمنت، مفيش انفصال في الشخص يشوف. يبقى الشخص اللي بيحصل له حادثه ويصاب بريتينال ديتاتشمنت، ريتينال ديتاتشمنت، ريتينال ديتاتشمنت يعني انفصال الشبكيه، يعني الشبكيه انفصلت عن مكانها، انفصلت عن عصب الرؤيه. بنعالجه دلوقتي ازاي؟ مش بنسيبه لما يحصل له حادثه ثانيه، لا بنسكت عليه ضوء ليزر من نوع الانفراريد، ضوء الليزر بيضغط على الريتنا وينيمها ثاني في مكانها، وحيث ان هو الانفراريد له تاثير حراري يعمل لها ويلد، ويلد يلحمها في المكان اللي هي اللي هي نايمه عليه، فترجع تمسك تاني جامد ويبقى الشخص يرجع يشوف. ليه ضوء الليزر اللي بنستخدمه لازم يكون له من نوع الانفراريد؟ عشان يبقى له سيرمال افكت، سيرمال افكت، سيرمال افكت، سو يقدر يعمل ويلد للريتنا في مكانها، ويلد ويلد يعني يلحم، لما نعرفش انجليزي بقى ويلد الريتنا في مكانها، ويلد الريتنا في مكانها. طب ده اول ابلكيشن الليزر في الطب. الليزر له اثنين ابلكيشن تاني في الطب. بنستخدم الليزر فين في الطب تاني؟ بنستخدمه كلنا عارفين في علاج النيل والفار سايدنس، في علاج قصر وطول النظر، قصر وطول النظر، الناس اللي عندهم طول نظر وقصر نظر بيروحوا يعملوا الليزك. الليزك ده هو الليزر، ليزك يعني ليزر، ليزك يعني ليزر. يعني ايه ليزك او ليزر؟ يعني الشخص اللي عنده نيل او فار سايدنس بيروح يتعالج من هذا العيب عن طريق الليزك، والليزك ده يعني بالليزر. يعني ايه نيل وفار سايد نيتس؟ يعني طول وقص النظر، يعني في شخص ما يشوفش الا الحاجه البعيده، لما اجي كده اروح اقرا كتاب ولا حاجه لازم اخلي الكتاب بعيد عن عيني متر عشان اشوف، ده نقول لك شخص عنده طول نظر، او شخص عنده قص النظر عشان اقرا الكتاب لازم الكتاب احطه على مناخيري يبقى واصل لمناخيري عشان اشوف واقرا، ده اسمه قص نظر. نيل والفار سايد نيتس ده بنعالجه بالليزر، ده بنعالجه بالليزر. يبقى ده الابلكيشن الثاني في الطب، علاج النيل والفار سايد نيتس اللي هو الليزر. الابلكيشن الثالث في الليزر خدناه في ثانيه ثانوي، في ثانيه ثانوي، في ثانيه ثانوي خدنا ان في حاجه اسمها الاوبتيكال فايبر. الاوبتيكال فايبر كنا بندخلها جوه بطننا عشان نفحص اللي هو بنقول عليه المنظار. المنظار واحد بطنه وجعاه والدكتور مش عارف عنده ايه فيقول له تعالى اعمل لك منظار. المنظار ده بيبقى اوبتيكال فايبر، انبوبه ازاز بتخش جوه من الحلق من بق الواحد لغايه ما توصل لمعدته مثلا، وبيسقط على جوه الانبوبه دي ضوء ليزر، يقوم ضوء الليزر يخش يصور اللي جوه ويرجع لنا تاني بالصور الدكتور يشوفها. يبقى الابلكيشن الثالث الليزر، بنستخدم الليزر مع الاوبتيكال فايبر في عمل الاندوسكوب. ليزر بلس اوبتيكال فايبر يساوي اندوسكوب. يعني ايه منظار؟ منظار يعني انبوبه ازاز وضوء ليزر، انبوبه ازاز وضوء ليزر. يعني ايه اندوسكوب؟ اندوسكوب منظار يعني ضوء ليزر مع اوبتيكال فايبر. بنحط الاوبتيكال فايبر الانبوبه الازاز بندخلها جوه بقنا ونزقها نزقها لغايه ما توصل مثلا للمعده لو انا عايز افحص المعده، وبعدين اسكت جواها ضوء ليزر يحصل يفضل يحصل له جواها كذا ريفليكشن ويروح نازل على المعده يخبط فيها ويرد تاني ويرجع تاني، يوم يرجع لنا على الدكتور على عدسه معينه الدكتور يبقى كانه شاف المعده من جوه. هو ده اسمه المنظار. اوقات كتير قوي ناس يقول لك مش عارف مين تعبان هيعملوا له منظار. هيعملوا منظار يعني يدخلوا اوبتيكال فايبر في المكان اللي عايزين يكشفوا عليه وكمان ضوء ليزر يصاحب هذا الايه هذا الاوبتيكال فايبر والاثنين مربوحهم مع بعض اسمهم الاندوسكوب. يبقى ضوء ليزر بلس اوبتيكال فايبر انبوبه ازاز ده يساوي الاندوسكوب. احنا عندنا دي بريزون بس احنا جاوبناه خلاص. ليه ضوء الليزر بنستخدمه في علاج الريتنا ديتاتشمنت؟ اقول له عشان ضوء الليزر اللي بنستخدمه نوع انفراريد فلو سيرمال افكت، لو سيرمال، لو سيرمال، لو سيرمال افكت. يبقى استخدامات الليزر في الطب نبقى حافظينهم صم ثلاث حاجات، علاج الريتنا ديتاتشمنت وما فيهاش تفاصيل، ما بتقولش تفاصيل، يعني ما بنقولش تفاصيل، علاج الريتنا ديتاتشمنت واسكت. بنستخدمه في علاج النيل والفار سايد نيس، بنستخدمه مع الاوبتيكال فايبر في عمل الاندوسكوب. مفيش ديتيلز فيها، ما بنكتبش ديتيلز. انا كاتب ديتيلز بس هي ما بنكتبش ديتيلز.
الليزر له ابلكيشن كتيره قوي تاني، له ابلكيشن بقى ما تعدش تاني. ضوء الليزر، تخيل ضوء الليزر نتيجه ان هو مركز جدا ممكن نستخدمه، نستخدمه تو ميلت الايرن، نسحب الحديد، تو بيرس الدايموند، نسكب بالدايموند، ندمر بيه الميسل والبلانز، الطيارات والصواريخ. شوف ضوء الليزر بقى، الضوء العادي ما ينفعش يعمل الكلام ده خالص، لكن ضوء الليزر ممكن نسيح بالحديد. عندنا حديد عايزين نسيحه، بنسيحه بضوء الليزر. شوف بقى هو قوي ازاي، الليزر نوع انفراريد طبعا عشان يبقى له سيرمال افكت. ضوء الليزر من قوته نقدر نعمل بيه بيرس الدايموند. يعني ايه بيرس الدايموند؟ يسكب الدايموند، يسكب الدايموند. وش معنى الدايموند بالذات؟ اصل الدايموند جامد جدا، فالليزر بيخرمه بيسكبه، فيبقى ده يدل لك على قد ايه هو جامد. كمان الليزر بنستخدمه احنا نصطاد بيه الطيارات والصواريخ، نصطاد بيه الميسل والبليز، يبقى ده عايز استخدام ايه للليزر اهو. كمان تاني الليزر بنستخدمه في الكوميونيكيشن. ازاي بنستخدمه في الكوميونيكيشن؟ كان زمان كمان الكوميونيكيشن الاتصالات مثلا التليفونيه، عايزين نكلم واحد في الكويت فنكلمه بالتليفون. التليفون ده كان بيبقى اشلاك، اشلاك ماشيه وتعبر البحار والمحيطات، هذه الاشلاك وتروح الناحيه الثانيه وهكذا. فكنا لما نيجي نكلم شخص بالتليفون نقول له الجمله ونستنى نص دقيقه كده ولا حاجه على بال ما هو يسمعها ويرد علينا، كان بيبقى الحوار مش متصل، الحوار متقطع على بال ما يوصل له الكلام ويسمع. الكلام ده دلوقتي اتغير، بقى الاتصالات مش بسلك تليفون، بقى الاتصالات باوبتيكال فايبر. الفايبر بيقول لك على طول كابلات النت بالفايبر، كابلات التليفون بالفايبر. ايه الفايبر ده؟ انبوبه ازاز، انبوبه ازاز وينقل فيها المعلومات عن طريق ضوء ليزر. ضوء ليزر يحمل المعلومات. ازاي بقى؟ مش علينا، ضوء الليزر بقى يحمل المعلومات. يعني كاننا استبدلنا السلك التليفون، استبدلنا سلك التليفون، استبدلناه بالاوبتيكال فايبر بانبوبه ازاز، بيقولوا عليها الفايبر على طول الفايبر. واستبدلنا اشارات الكهرباء اللي جوه سلك التليفون بضوء ليزر يحمل المعلومات. اشارات الكهرباء كانت بتحمل المعلومات، دلوقتي ضوء الليزر هو اللي بيحمل المعلومات. اي واحد عنده دلوقتي يعني الناس اللي عندها نت دلوقتي كل شويه يقول لك ايه بيغيروا كابلات التليفون، بيغيروها بايه؟ ولا بيخلوها فايبر، هو مش عارف يعني ايه فايبر. فايبر يعني ازاز، تبقى كابلات ازاز، كابلات ازاز. والاشارات اللي بتمشي فيها او المعلومات اللي بتمشي فيها كان زمان بتمشي على صوره الكتريك سيجنال، لا دلوقتي بتمشي على ضوء ليزر، بيحملها ضوء ليزر، بيحملها ضوء ليزر. طب نستفيد من كده ان الضوء سرعته جامده جدا، سرعته فظيعه جدا، فبالتالي المعلومه على طول. يبقى لما نقول لواحد ازيك في الكويت يرد علينا يقول الله يسلمك، وساعتها مش نستنى نص دقيقه على ما يوصل له ويسمع ويرجع يرد علينا. يبقى ده استخدامات الليزر في الكوميونيكيشن، بنستخدمه في الكوميونيكيشن. بنستخدم ضوء الليزر في الرادار، الرادارات اللي في الشارع اللي هي بتاعت اللي بترصد العربيات، حركه العربيات، واللي الرادار بتاع الحرب برضه بيبقى ضوء اللي بيستخدم فيها في الليزر. بنستخدم الليزر في الفاين اندستري. ايه الفاين اندستري ده؟ ايه الفاين اندستري دي؟ الفاين اندستري دي عندنا في بيتنا، هتلاقي على باب الشقه في مرايه، والمرايه دي عليها نقوشات، نقش رسمه على المرايه. الرسم ده بنعمله بالليزر، دي اسمها الفاين اندستري، الصناعات الدقيقه بنعملها باستخدام الليزر. الرسومات دي بتتعمل بضوء ليزر، بتتعمل بضوء ليزر. بنستخدم الليزر كمان في الحرب. الحرب ازاي؟ بنستخدم ضوء الليزر في توجيه، بنستخدمه في البريسيشن جايدنس للسمارت بوم، توجيه القنابل الذكيه. يعني القنبله بعد الطيار ما يرميها من الطياره، السمارت بوم، القنبله الذكيه الذكيه الذكيه، السمارت بوم بعد الطيار ما يرميها من الطياره يبص كده يلاقيها هتروح على الهدف، الحمد لله مش راح على الهدف، هتضل عن الهدف، هتنزل بعيد عن الهدف بسرعه، يبقى بتاعته ليزر يعيد توجيهها مره اخرى ويحودها كده ناحيه الهدف، يحودها ناحيه الهدف، يغير مسارها ويوصلها للهدف تاني. ده ضوء الليزر، الطيار يهلم القنبله ويبص نازل على الهدف الحمد لله، مش نازل على الهدف برضه الحمد لله، بسرعه يبعت لها ضوء ليزر يعيد توجيهها تاني يوجهها للهدف. اشمعنى طب ضوء ليزر بنستخدمه؟ اصل ضوء ليزر ما بيلعبش مع المسافه، يبقى ممكن الطيار فوق خالص والقنبله بقت تحت خالص، ضوء ليزر نوت ويك فور لونج ديستانس، فيبعت لها ضوء ليزر يقدر يعيد توجيهها مره اخرى. بنستخدم الليزر كمان في البرنتر الليزر، كلنا عارفين ان في حاجه اسمها البرنتر الليزر، برنتر الليزر نطبع طباعه نظيفه جدا باستخدام الليزر. بنستخدم ضوء الليزر في الارت شو. ايه الارت شو ده بقى؟ عروض الفنيه، تلاقي كده محمد نور بيغني على المسرح ولا حاجه وحواليه اضواء كده، دوائر عماله تترسم بالضوء ومثلثات وخطوط بتروح وبتيجي، كل دي عروض ليزر، كل ده بضوء الليزر. بنستخدم الضوء الليزر كمان في السيرفينج، السيرفينج اللي هي الاعمال المسرحيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز انا عايز اعرف مثلا طول شارع الهرم من نافع الجيزه حتى الاهرامات، عايز اعرف طول شارع الهرم، مش هجيب متر واقعد اقيس، لا بنوقف واحد عند نافع الهرم ومعاه ضوء ليزر، ونوقف واحد في اخر الهرم ومعاه مرايه، ونبعت ضوء الليزر دوت من
نفع الهرم لغايه اخر الهرم، ما هو ضوء الليزر نوت ويك فور لونج ديستانس، يهبط ضوء الليزر في الميرور ريفليكت ويرجع تاني للراجل اللي عنده واقف عند نفع الهرم بسرعه، يبدا يحسب هو خد تايم قد ايه رايح جاي، بيبقى معايا التايم وسرعه الليزر، معروف سرعه الليزر ده فوتون، سرعه الفوتون 3 باور 8 متر بالسكند، عندنا السرعه وعندنا التايم، اقدر احسب الديستانس، اقدر احسب الديستانس. نوقف واحد عند نفع الهرم ومعاه سورس ليزر يحذفه ويبعته لواحد تاني واقف عند اخر الهرم ومعاه مرايه، دول الليزر يوصل من نفع الهرم لغايه اخر الهرم عشان نوت ويك فور لونج ديستانس، يخبط في الميرور ريفليكت ويرجع تاني للشخص اللي واقف عند نفع الهرم، شوف المسافه، يشوف التايم اللي خده، التايم اللي خده رايح جاي قد ايه، وبعد كده السرعه معروفه بتاعتنا، السرعه معروفه اللي هي 15 باور 8، يقدر يحسب المسافه، يقدر يحسب المسافه رايح جاي ويقسمها على اثنين عشان يجيب المسافه رايح بس، او يقسم التايم على اثنين عشان يبقى يجيب التايم رايح بس. يبقى دي الطريقه اللي بنعمل بيها سيرفينج. سيرفينج يعني العمليه المسحيه ان انا اقيس مسافات. بنستخدم دول ليزر في ابحاث الفضاء، ابحاث الفضاء يعني ايه ابحاث الفضاء؟ يعني برضو سفن الفضاء اللي بتبقى موجوده في بتطلع بره الغلاف الجوي او اللي بتوصل للقمر او المريخ، برضو بنعيد الاتصال بيها عن طريق ضوء ليزر عشان ضوء الليزر نوت ويك فور لونج ديستانس، نوت ويك فور لونج ديستانس. سؤال بيقول لي جيف ريزون ليه ضوء الليزر بيلعب دور هام مهم جدا في الصواريخ، في الجايدنس بتاع الصواريخ، في توجيه الصواريخ. اقول له ضوء الليزر ضوء رفيع ما بيلعبش مع المسافه، يبقى الصاروخ بعيد عنك قوي 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 قوي، بقول والله لا خليه يروح صح على الهدف، هو بعيد عن الهدف انا هعيد توجيهه ثاني على الهدف وعلى البعد البعيد قوي ده مني، ان ابعد له ضوء الليزر. اشمعنى ضوء الليزر؟ اصل ضوء الليزر نوت ويك فور لونج ديستانس، ما بيلعبش مع المسافه، فاقدر اتحكم في حركه الصاروخ وهو بعيد عني جدا جدا جدا. دي فريزون، دي الهيليوم يون ليزر بيبقى جود اكزامبل. دي الترانسفورميشن اوف الانرجي، جهاز الهيليوم يون ليزر جود اكزامبل للترانسفورميشن، للتحولات بتاعت الانرجي. يعني الهيليوم يون ليزر ده بيتحول الانرجي لكذا صوره. طب ما تيجي نشوف بيتحولها ازاي لكذا صوره. نفهم بس السؤال الاول، الهيليوم يون ليزر جود اكزامبل فور الترانسفورميشن، تحويلات الانرجي، تحويلات الانرجي. في الاول خالص، في الاول خالص انا باثر بالكتريك انرجي، الكتريك انرجي، الكتريك انرجي من بره. اتوم الهيليوم بتمتصها. يبقى اتوم الهيليوم امتصت الكتريك انرجي. لما اتوم الهيليوم بتمتص الكتريك انرجي، الانرجي بتاعت الاتوم بتزيد وسرعتها بتزيد وحرارتها بتزيد. يبقى كان الالكتريك انرجي اللي خدناها اتحولت جوه الهيليوم اتوم الى كاينيتيك انرجي وثيرمال انرجي. لما الالكتريك انرجي بتخش جوه التيوب، اتوم الهيليوم بتمتص الالكتريك انرجي. لما اتوم الهيليوم تمتص الالكتريك انرجي، الكاينيتيك انرجي بتاعتها بتزيد وسرعتها بتزيد وحرارتها بتزيد. يبقى كان الالكتريك انرجي اتحولت الى كاينيتيك انرجي وثيرمال انرجي. الكاينيتيك انرجي اتحولت، الالكتريك انرجي اتحولت لكاينيتيك انرجي وثيرمال انرجي. كمان مره، الالكتريك انرجي لما بتخش جوه الانبوبه، الاتوم بتاعت الهيليوم بتمتص الالكتريك انرجي، فتبدا حركتها تزيد وحرارتها تزيد، حركتها تزيد وحرارتها تزيد. يبقى كان الالكتريك انرجي اتحولت جوه الاتوم بتاعت الهيليوم الى كاينيتيك انرجي وثيرمال انرجي. بعد كده اتوم الهيليوم تمتص النيون، تقوم الكاينيتيك انرجي تقل النيون، النيون يطلع الاتوم تطلع فوق خالص وبعدين تنزل وتطلع ليزر، يعني تطلع اوبتيكال انرجي، تطلع اوبتيكال انرجي. يبقى كان الالكتريك انرجي اتحولت في الهيليوم لكاينيتيك وثيرمال انرجي، وبعدين الكاينيتيك وثيرمال انرجي اتحولت في النيون الى اوبتيكال انرجي اللي هي ضوء الليزر، اوبتيكال انرجي اللي هي ضوء الليزر. كان الالكتريك انرجي اتحولت بواسطه الهيليوم اتوم الى كاينيتيك انرجي وثيرمال انرجي. بعد كده الكاينيتيك انرجي والثيرمال انرجي اتلعت النيون اتوم، فنيون اتوم طلعت الليفل الاعلى وقعدت ونزلت وطلعت ضوء ليزر، يعني طلعت اوبتيكال انرجي، اوبتيكال انرجي. يبقى تحولات الانرجي هنا من الكتريك انرجي الى كاينيتيك وثيرمال انرجي الى اوبتيكال انرجي. تحولات الانرجي هنا في جهاز الهيليوم نيون، الكتريك انرجي بتتحول الى كاينيتيك وثيرمال انرجي وبعد كده اوبتيكال، اوبتيكال انرجي طاقه ضوئيه، موضوع الليزر دوت ده ضوء يبقى اوبتيكال انرجي. عايزين نعمل كومبير ما بين الضوء اللي خارج باللمبه نيون والضوء اللي خارج باللمبه ليزر. الضوء اللي خارج من اللمبه نيون والضوء اللي خارج باللمبه ليزر. الضوء اللي خارج باللمبه نيون ده خارج بالسبونتينوس ايميشن، اللمبه نيون بتنور الاوضه كلها،
يبقى ده متشتته، فوتون متشتته، يبقى ده خارج بالسبونتينوس ايميشن. اما ضوء الليزر بيبقى خارج بالستيميوليتد ايميشن. الفوتون هنا في الضوء العادي، الفوتون في الضوء العادي، الفوتون في الضوء العادي بتبقى راندوم عشوائيه، بتخرج في اي وقت وفي اي اتجاه ونان كوهيرنت مع بعض. اما فوتون الليزر بتبقى كوهيرنت مع بعض. الضوء العادي ويكن فور لونج ديستانس، بينما ضوء الليزر نوت ويكن فور لونج ديستانس. الضوء العادي اوبي انفيرس سكول اوف لايت، الضوء الليزر نوت اوبي انفيرس سكول اوف لايت. الضوء العادي ده بيتكون من سيفرال ويف لينز، سيفرال ويف لينز، عشان كده هو وايد بيم. ضوء الليزر بيبقى بيتكون من وان ويف لينز، وان ويف لينز هو سين بي. في اللمبه، اللمبه نيون الاليمنت المستخدمه بيبقى فيها اللايف تايم 10.8 سكند، بينما عشان اولد ليزر، عشان اولد ليزر لازم يكون الاليمنت المستخدمه فيها الميتا ستيبل انرجي ليفل اللي هو 10 باور نيجاتيف 3 سكند، 10 باور نيجاتيف 3 سكند. كده الحمد لله الشابتر خلص، شابتر 7 خلص. وهنعمل ايه بقى المره الجايه؟ المره الجايه طبعا هنخش في شابتر اخر شابتر، شابتر 8، بس هنعمل تغيير بسيط جدا. هنمتحن في شابتر 7 يوم الاثنين، يوم الاثنين 10 بالليل، امتحان مدته ساعه، لان الشابتر طبعا صغير مش هينفع يبقى عليه 40 سؤال. هيبقى يوم الاثنين الجاي بامر الله الساعه 10 بالليل، امتحان مدته ساعه في شابتر 7، شابتر 7. ويوم الثلاث تبقى حصه عاديه بقى عشان نلحق نخلص المفروض اللي هو شابتر 8. بياخد له ثلاث حصص، بياخد ثلاث حصص، يبقى عندنا سبت وعندنا تلات وعندنا سبت. يبقى كده الموضوع ايه بتاعنا بامر ربنا خلص الموضوع، ونبدا نشوف بقى بنك المعرفه. يهمنا جدا ان بنك المعرفه يقطع فيه شوط قبل امتحان التجربه اللي هو بتاع اللي هيعملوه في ابريل. مهم جدا بالنسبه لي ان احنا نقطع شوط في امتحان في بنك المعرفه النولج بنك دوت قبل ما نخش امتحان التجربه، بحيث لو جاب منه يبقى احنا متدربين عليه، لان اسئله مختلفه تماما على النظام اللي احنا شغالين بيه، مش اللي احنا شغالين بيه بس، اللي كل المدرسين بره شغالين بيه. فيهمني ان احنا نبقى لميناه او لمينا اكبر كم منه قبل ما نخش امتحان اللي هو بتاع التجربه ده اللي بيقولوا عليها هيعملوه في ابريل، يا رب يكون في اخر ابريل، بيكون قطعنا فيه شوط شويه. بس كده، ويبقى امتحان يوم الاثنين الجاي، يوم الاثنين الجاي الساعه 10 بالليل، مدته ساعه في هذا الموضوع. ويبقى حصصنا عادي هتمشي سبت ثلاث سبت، وربنا يسهل ويكون خلص المنهج في هذا الوقت. ربنا ما يقطعش نت وما يقطعش كهرباء وما يعملش مشاكل. اي سؤال مريم لو عايزه حاجه؟ لا تمام. هو في ورق في بنك معرفه حضرتك تبعت لي ورق او حاجه؟ اما انا بعت لك مره عشان اطمنك ان انا بترجيه بقى، ان انا بحله، ان هو موجود وبحله، واخده بالك؟ لما هنبدا نشتغله، لما نبدا نشتغله طبعا كل حاجه هناخدها هيبقى معاكي منها نسخه. طب هتاخديها ازاي؟ يا اما هتاخديها من السنتر، يا اما لو انت عايزه تطبعيها بي دي اف مفيش مشاكل. هو لو حضرتك مثلا لممها كلها مثلا مره واحده، لا ما كانش خلاص كله، ما كانش خلاص كله اللي انا عملته لغايه دلوقتي، انا بقول لك بامانه اللي انا عملته لغايه دلوقتي، خلصت شابتر 1 كله، وخلصت شابتر 3 كله، وخلصت شابتر 4 كله معايا. باقي لي بس شابتر 2 في الترم الاولاني، باقي لي شابتر 2 في الترم الاولاني معايا. يعني وهكذا، بحيث ان انا الشابتر اللي هنشرحه قبل ما اشرحه يبقى معاكي ورقه. يعني الشابتر قبل ما اشرحه هيبقى معاكي ورقه وتبقي قارياه، وبعدين انا ابدا انا اشتغل، فيبقى ايه يبقى الموضوع يبقى واضح. بس اهم حاجه يا مريم نلم المنهج كويس الاول. يعني نلم المنهج كويس الاول. الاول افضل. نلمه ازاي؟ احنا بنتكلم كل شويه. ما احنا طب معلش بس اقفل التسجيل الاول. ثواني ثواني، مش هقفل التسجيل.